ما تموت. مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة الجمعة احنا بقينا نطلع كل يوم مع حضراتكم، ودي حاجة بالنسبة لنا مسؤولية كبيرة جدا ان احنا نكون متواجدين معاكم يوميا، وان شاء الله نكون على قدر هذه المسؤولية، ودايما دايما هنحاول ان احنا ننقل لحضراتكم كل ما هو جديد عن النادي الاهلي بمختلف ألعابه ومجالاته داخل القلعة الحمراء. مبسوطين ان احنا هنفضل دايما مع حضراتكم متواصلين، وده شيء مهم ومميز جدا جدا جدا. حلقه النهارده حلقه غايه في الاهميه، عندنا اخبار كتير وموضوعات كتير هنتكلم عليها. خلينا اقول لحضراتكم ان الجزء الثاني من حلقه اليوم هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، عشان نتكلم في ملفات كتير قوي على الساحه الرياضيه المصريه وايضا على العالميه، واكثر تحديدا فيما يتعلق بالنادي الاهلي خلال الايام القليلة الحالية والمقبلة. عندنا كمان كلام كتير قوي، بس في البداية عايزين بس نعزي نجم النادي الأهلي صلاح محسن نجم الهجوم، واللي توفى والده اليوم صباحا. ربنا يا رب يرحم والد صلاح محسن ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى. والد الكابتن صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إن الله وإنا إليه راجعون. البقاء لله يا صلاح، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان بإذن الله. أخبار كتير وموضوعات كتير هنتكلم فيها، بس نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الأهلي يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة بطل جنوب السودان. الأهلي يدخل معسكر مغلق ببرج العرب غدا استعدادا لإطلع بره. يوسف، مواجهة بطل جنوب السودان ليست سهلة. اتحاد الكرة يحدد موعد احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي. أزارو بين شائعات الرحيل والاستمرار. الصفاقسي ينفي فسخ التعاقد مع عمرو جمال. الليلة محمد صلاح يبدأ مع ليفربول مشوار البريمير ليج. طيب كويس قوي، عندنا اخبار كتيره جدا هنتكلم فيها، بس طبيعي ان احنا نبتدي بالنادي الاهلي واللي مقبل على بدايه مشوار مهم جدا جدا جدا. كل يوم بنتكلم في الجزئيه دي، كل يوم هنركز مع الفريق على بطوله دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان ده الهدف الاساسي والاسمى لكل الجماهير الاهلاويه. شبعانين بطولات دوري وطمعانين في بطولات اخرى من بطولات الدوري، ده شيء طبيعي ومفروض منه، لكن متشوقين جدا جدا لبطوله دوري ابطال افريقيا بقالنا فتره، ودي في الحقيقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بتبقى حاجه صعبه شويه، بقى لك 5-6 سنين ما بتاخدش البطوله، فبالتالي كتير شويه على جمهور النادي الاهلي انه ما ياخدش البطوله دي الغاليه بالنسبه له لكل هذه المده، فبالتالي الامال كلها موضوعه على الفريق، الامال كلها موضوعه على الجهاز الفني في سبيل تحقيق هذا اللقب وهذا الحلم الاهم والاسمى بالنسبه لكل الاهلاويه. مجلس اداره النادي الاهلي وفر كل الامكانيات في الحقيقه للفريق الاول، ومش ناقص بس ان شاء الله باذن الله يحالفهم كل التوفيق بالفوز بهذا اللقب الافريقي. بالتالي استعدادات كلها مهمه، استعدادات كلها قويه، والاهم ان هي بجديه كبيره. هتقول لي اشمعنى جديه كبيره هي الاهم؟ هقول لك علشان ان فريق اطلع بره ده فريق اسمه صغير، ملوش تاريخ كبير، ممكن يكون ليه تاريخ في جنوب السودان يعني، لكن ملوش تاريخ في القاره الافريقيه خالص، فممكن البعض يستهتر شويه بالمباراه دي، البعض يقلل من قيمتها شويه. لا، الجديه هي سمه النادي الاهلي وسمه اللاعبين والجهاز الفني في استعداداتهم لمواجهه فريق اطلع بره، مهم قوي باذن الله، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه على مدار الايام اللي فاتت ولازم نعيد ونزيد فيه.
لان طبعا المواجهه مش سهله زي ما بيتصور البعض. مهم قوي ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يخوض هذه المباراه بمنتهى التركيز والجديه، وان شاء الله الاهم الاهم ان انت يكون عندك انطلاقه قويه جدا قوية جدا ومناسبة في مشوارك في الأفريقي. مشوار لسه طويل، أنت بتبتدي منين كمان؟ ده أنت بتبتدي من دور الأربعة وستين، أول مرة النادي الأهلي يبتدي من هذا الدور يعني في تاريخه، في 31 مشاركة في البطولة دي بالتحديد، وأنت اللي عندك الرقم القياسي في تحقيق هذا اللقب بإذن الله، وإن شاء الله يتضاعف خلال السنوات المقبلة وتكون بداية من خلال السنة دي. فبالتالي لازم بدايتك تكون قوية ومناسبة قوي للبطولة أنت بتحلم بيها وجمهورك كمان مستنيها ومركز عليها بشكل كبير. طبعا طبعا برضه عشان نبقى منطقيين مع بعض، أي بطولة النادي الأهلي بيبقى داخلها هدف الجمهور إيه؟ إن هو يفوز بيها. في ظروف بتقابلك خلال بعض الأوقات بتحاول تتغلب عليها، وفي أغلب الأحيان بتقدر تتغلب عليها لأن دي شخصية النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت بطولات كلها مهمة، أهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الفريق يكون جاهز لهذه الانطلاقة، إن شاء الله الفريق يكون موفق هذا الموسم في تحقيق هذا اللقب الأفريقي الغالي، ومن ثم التأهل لكأس العالم الأندية. أجواء كأس العالم طبعا وحشتنا جدا جدا جدا، نفسنا قوي قوي نشوف الأهلي تاني في كأس العالم للأندية. النادي المصري الوحيد اللي تأهل لهذه البطولة، والنادي المصري الوحيد اللي وصل أو خد البرونزية كمان، لأن يعني مفيش طبعا أي نادي خالص قبل كده شارك في هذه البطولة في ما عدا النادي الأهلي كنادي مصري يعني في الحقيقة. فبالتالي مهم قوي إن احنا نعيش الأجواء مرة سادسة كمان، وصلنا خمس مرات نهايات كأس العالم الأندية، عايزين نوصل المرة السادسة بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله يكون الفريق موفق في تحقيق هذه الأهداف المرجوة من قبل كل الجماهير. النهاردة الفريق بيواصل تدريباته، التدريب في تمام الساعة 6، ابتدى من حوالي من حوالي 10 دقائق كده. تدريب كان قبليه في محاضرة مهمة من مستر لاسارتي وجهازه المعاون مع اللاعبين، اتكلموا في بعض الأمور الخططية والتكتيكية وبعض نقاط القوة والضعف في فريق اطلع بره. هتقول لي ما هو الفريق مجهول؟ لا، هقول لك ان النادي الاهلي قدر ان هو يوصل لبعض لقطات الفيديو الخاصة بفريق اطلع بره، بناء عليه بيتم تحفيظ اللاعبين وشرح ليهم كل ما يتعلق بهذا الفريق وكيفية مواجهته. المواجهتين في مصر، المواجهتين في برج العرب، لكن في نفس الوقت فريق ممكن يكون عنده طموح ان هو يكسب النادي الاهلي لا قدر الله يعني، وده حلم مشروع لاي فريق يعني في الدنيا، اي واحد اي فريق بيبقى عايز يكسب اي مباراه يعني. الحلم بالنسبه لهم طبعا صعب شويه لانه بيواجهوا اكبر فريق في افريقيا، لكن في نفس الوقت حلم مشروع وحقهم ان هم يحلموا طبعا. فانت لازم تتصدى لهذه الاحلام بمنتهى القوه من بدايه المباراه باذن الله، وان باذن الله باذن الله تقدر تتخطى هذه العقبه. هي عقبه لان طالما في بطوله دوري ابطال افريقيا تبقى هي عقبه لازم ان شاء الله باذن الله ان انت تتخطاها بمنتهى القوه. التدريبات هتكون متواصله، او بالتحديد النهارده هيكون اخر تدريب للنادي الاهلي في استاد مختار التتش. بعد التدريب النهارده مباشره هيسافر الفريق ان شاء الله لمقر اقامته في الاسكندريه، بالتحديد في مدينه برج العرب، عشان يستعد بشكل اكبر وبشكل نهائي من خلال يومين لمباراه اطلع بره يوم الاحد. المباراه يوم الاحد على استاد الجيش في برج العرب الساعه 7 مساء. بكره ان شاء الله هيكون المران الاخير للفريق استعدادا لهذه المباراه. متشوقين جدا جدا بالمناسبه ان احنا نشوف النادي الاهلي في كل الاحوال. هيكون عندنا تواصل طبعا مع مراسل قناه النادي الاهلي هناك في استاد مختار تتش عشان نعرف منه كل الاخبار بعد قليل ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره الافريقي. النهارده في حدث مهم في الحقيقه لكل محبي كرة القدم على مستوى العالم مش في مصر بس. النهارده بيبتدي الدوري الانجليزي الممتاز، البطولة الأقوى والأمتع والأعظم على الكرة الأرضية بشكل كامل. أقوى بطولة دوري تقعد تتفرج كده تتمتع، وأكثر بطولة منظمة جدا جدا. احنا ما عندناش هنا بطولات منظمة للأسف، بس إن شاء الله في طريقنا، في طريقنا بإذن الله كمصريين أو كاتحاد كورة أو مسؤولين في مصر بإذن الله إن احنا يكون عندنا دوري يليق باسم كبير زي اسم جمهورية مصر العربية. لكن الدوري الإنجليزي طبعا أي إيجابية تيجي في بالك عايز تقولها عنه قولها وأنت مطمن. الدنيا هناك جميلة جدا ونظام رائع جدا، حضور جماهيري في كل المباريات، ملاعب على أعلى مستوى، وإحنا عندنا بنية تحتية دلوقتي ممتازة في الحقيقة. كل حاجة هناك متوفرة ان انت تشوف وتعيش اجواء كرة قدم حقيقية، اجواء منافسة حقيقية ما بين الفرق كلها. لك ان تتخيل ان 20 فريق في بطولة الدوري الانجليزي عندهم جماهير كبيرة جدا جدا، عندهم ملاعب خاصة بيهم، كل فريق في الدوري الانجليزي عنده ملعب بتاعه هو،
يعني سبيل المثال مثلا ليفربول اللي احنا بنشجعها جدا الانفيلد في ليفربول ملعبهم. فبالتالي الكل جاهز لهذه الانطلاقه، الكل جاهز ومتشوق جدا لمتابعه الدوري الانجليزي، وانا في الحقيقه واحد منهم جدا، بحب قوي الدوري الانجليزي واكيد حضراتكم يعني مفيش حد ما بيحبش الدوري الانجليزي، مفيش حد ما بيتمتعش بالدوري الاقوى في العالم. النهارده هتكون اول مباراه في هذه البطوله من خلال مباراه ليفربول مع نوريتش سيتي، في طبعا تم صعوده مؤخرا لبطوله الدوري الانجليزي لسه صاعد حديثا، فالمباراه هتكون قويه جدا على ملعب ليفربول الانفيلد، فبالتالي انطلاقه هتكون مهمه جدا ليفربول. دي اول مباراه والمباراه الوحيده النهارده، وبكره هتستمر مباريات الدوري الانجليزي الاسبوع الاول بالتحديد بكره وبعده. نتمنى بشكل عام التوفيق لنجومنا المصريين هناك في انجلترا، سواء محمد صلاح وهم في راسهم اكبر في الحقيقه في المنافسه على اللقب مع ليفربول. محمد صلاح طبعا بعد ما وصلوا لفرق نقطه مع نهايه اخر جوله في الدوري الانجليزي، بالتالي مانشستر سيتي هم للاسف اللي فازوا باللقب. نتمنى كل التوفيق لاحمد المحمدي ولمحمود حسن تريزيجيه نجوم استون فيلا. المنافسه طبعا اكيد هتكون صعبه بالنسبه لهم، الامكانيات تختلف شويه على او عن ليفربول. عندك كمان محمد النني اللي قرب يمشي من ارسنال، لكن لو كمل ولو لعب لانه صعب انه يلعب شويه مع ارسنال في ظل عدم قناعه يوناي امري المدير الفني لارسنال بامكانيات اللاعب، لكن لو الراجل تواجد مع ارسنال اكيد ايضا نتمنى له كل التوفيق. احمد حجازي في الشامبيونشيب مع ويست بروميتش البيون ايضا نتمنى له الصعود للدوري الانجليزي الممتاز. ماشي، هنتابع كل ما هو جديد. طيب دي كانت اهم الامور اللي اتكلمنا فيها مع بدايه الحلقه، لكن الاهم بالنسبه لنا ايه اللي كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده؟ خلينا نروح نشوف. يلا الاخبار. الاهلي يؤجل ظهور الصفقات والخطيب يجتمع مع الفريق. الجمهوريه. لاسارتي يحتوي الغضب، الاهلي يستعد لمواجهه اطلع بره. المساء. لطفي وصالح مفاجأة الأهلي أمام اطلع بره، معسكر للفريق في برج العرب غدا ودرس خصوصي الفتحي. الأهرام. الأهلي يقيد حمدي في قائمة المحلية تفاديا لتكرار أزمة السعيد، اتجاه لرفع اسم نيدفيد وإعارة زكريا. هنعلق على الخبر. المصري اليوم. مؤمن زكريا يرفض الإعارة ويتمسك بالأهلي. صبحي جاهز لمواجهة اطلع بره. لاسارتي يحذر من التهاون. الأخبار المسائي. أزارو مستمر في الأهلي، النادي ينفي تلقي عروض لشراء اللاعب والفريق يعسكر لإطلع بره. الشروق. الأهلي يؤجل ملف رحيل أزارو، الجهاز الفني يتمسك ببقاء المهاجم المغربي لما بعد بطولة إفريقيا، لاسارتي يرفض الرحيل إلى تشيلي، والنادي ينهي أزمة صلة بالحصول على 150 مليون جنيه. اليوم السابع. الأهلي يطالب الشناوي بإغلاق ملف الاحتراف في الصيف. هنعلق برضه، يلا بينا. طيب نبتدي التعليق على اخبارنا واخبار الاهلي في الصحف النهارده من خلال جريده الاخبار. جريده الاخبار بتقول ان الاهلي يؤجل ظهور الصفقات والخطيب يجتمع مع الفريق اللاعبين يعني. طيب الجزء الاول من الخبر متعلق بالصفقات، والحديث دائم خلال هذه الفتره عن ظهور بعض اللاعبين في المباراه الاولى امام اطلع بره ومدى امكانيه ظهورهم ومدى جاهزيتهم وكل هذه الامور. لكن في الحقيقه الاهلي ما اجلش ظهور الصفقات ولا حاجه، هو ده ممكن يكون استنتاج من جريده الاخبار يعني، لكن الثلاث لاعبين الجدد سواء محمود متولي اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، الثلاثه في الصوره بشكل كبير بالنسبه للجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي، وهو الوحيد المتحكم في امكانيه اشراكهم في المباراه من عدم. فبالتالي الثلاثه جاهزين بشكل كبير جدا بجانب رمضان صبحي. رمضان عنده اصابه طفيفه كده امبارح خلال التدريبات، هنطمن عليها بشكل اكبر، ولكن هو اعتقد ان هو جاهز لمباراه الغد. لكن في كل الاحوال الكل جاهز لهذه المباراه، بعض اللاعبين بخلاف رمضان. عندك كمان الشناوي لسه جاهزيته مش تامه، عندك كمان وليد سليمان لسه في شكوك حول مشاركته، هنتاكد ايضا من كل هذه الامور بعد قليل. الخطيب يجتمع مع الفريق.
كان في جلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وما بين الكابتن حسام عاشور كابتن الفريق وايضا شريف اكرامي احد كباتن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. دي كانت امتى؟ كانت اول امبارح بالتحديد. اتكلم واطمن على الفريق من خلالهم، من خلال اللاعبين الكبار دول، واداهم كلمات وتحفيز كبير جدا جدا للفتره المقبله، وان جمهور النادي الاهلي دايما في انتظار الانتصارات والبطولات بشيء مفروغ منه ومؤكد. وحديث كان مهم كمان، كابتن محمود الخطيب اطمن على المصابين في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اهتمام مهم قوي طبعا بشكل منطقي جدا من قبل رئيس النادي الاهلي بالفريق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. ودايما دايما بيبقى فيه اهتمام في الحقيقه. نروح للجمهوريه، الجمهوريه بتقول ايه؟ لاسارتي يحتوي الغضب. هو قصدهم هنا ان الغضب يعني ان في بعض اللاعبين زعلانه ان هم مش موجودين في القائمه الافريقيه، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير، يعني مفيش زعل ولا حاجه. ممكن البعض يكون غيران شويه، ليه انا مش موجود في القائمه الافريقيه؟ معنى كده ان انا ممكن امشي عن النادي الاهلي او ارحل عن النادي الاهلي خلال الفتره دي. الامور دي متروكه وبيتم الاعلان عنها تباعا، يعني زي ما قلت لحضراتكم 3-4 ايام كده ملف الراحلين هيتم حسمه خلال ايام قليله، وفعلا بيتم حسمه خلال الايام دي. وبعض اللاعبين بنسبه كبيره تم الموافقه على رحيلهم عن النادي الاهلي بشكل كامل او اعارتهم كمان لبعض الانديه. هنتكلم برضه عن الجزئيه دي بشكل مفصل لاحقا يعني على مدار الحلقه النهارده. الاهلي يستعد لمواجهه اطلع بره، الاستعدادات خلاص احنا اتكلمنا فيها وان شاء الله كل جاهز ليها دي المواجهه. نروح للمسا بتقول ان لطفي وصالح مفاجاه الاهلي امام اطلع بره. علي لطفي يكاد يكون هو الاقرب للمشاركه في المباراه نظرا لعدم جاهزيه محمد الشناوي، وده هيبان اكتر من خلال تدريبات اليوم وتدريبات الغد بالنسبه للفريق. صالح جمعه ما اعتقدش ان هو مفاجاه، ده لعيب اصلا كبير جدا ومتاح دايما للجهاز الفني، لكن هم ممكن يكون قصدهم ان المفاجاه ان هو يبتدي المباراه، وده وارد بشكل كبير جدا. معسكر الفريق في برج العرب بكره ودرس خصوصي الفتحي، معسكر اتكلمنا عنه، درس خصوصي الفتحي على حسب متن الخبر ان احمد فتحي كان في فقره مخصصه ليه للكور العرضيه تحت اشراف مستر مارتين لاسارتي، ده على حسب المتن اللي موجود في المساء. نروح للاهرام، الاهرام بتتكلم في ايه؟ بتتكلم على ان الاهلي العنوان ده مهم قوي. الاهلي يقيد حمدي في قائمته المحليه تفاديا لتكرار ازمه السعيد. تمام؟ واتجاه لرفع اسم ندفيد واعاره زكريا. طيب الجزء الاول من الخبر. نقسمها كده واحده واحده مع بعضينا. النهارده الجمعه واجازه وايه واعتقد كلكم فاضيين يعني، ماشي؟ ازمه السعيد يعني ايه تكرار ازمه السعيد؟ يعني الاهلي هيأيد، هم قصدهم على احمد حمدي، ماشي؟ احمد حمدي اللاعب اللي كان الموجود في اعاره في الجونه وعاد للنادي الاهلي وموجود في التدريبات دلوقتي. ان احمد حمدي هيتم قيده في القائمه تفاديا لتكرار ازمه السعيد. هي ازمه السعيد كانت ايه يا جماعه؟ عشان نفكر بس الناس، لان في بعض العناوين شويه كده تقول لك ايه؟ ان الاهلي عنده ازمات او الاهلي خايف انه يكرر غلطه كانت عنده قبل كده، الاهلي ما كانش عنده غلطات قبل كده. عبد الله السعيد كلكم عارفين طبعا مشكلته كانت ايه؟ لعيب عقده كان قرب يخلص، ناقص 6 شهور، جاله عرض مبلغ مالي كبير جدا، اللاعب اختار ان هو يوقع لنادي اخر. هل النادي الاهلي ما قيدش عبد الله السعيد في قائمته فبالتالي بقى لعيب حر ساعتها راح وقع، ولا كان لسه عنده عقد 6 شهور وكان لسه في مفاوضات مع النادي الاهلي واللاعب اختار اختيار اخر يعني؟ فالموضوع ده مختلف تماما عن موضوع احمد حمدي يعني. مال عبد الله السعيد دلوقتي باحمد حمدي؟ عبد الله السعيد كان لاعب سابق في النادي الاهلي ومشي، والراجل ربنا يكرمه ويوفقه في مشواره بشكل عام يعني، لكن دي مالهاش علاقه بدي، وما كانش في اي غلطه في النادي الاهلي بخصوص القيد، بخصوص القيد عشان تركز معايا في كلامي. وكان في مفاوضات ساعتها مع عبد الله والموضوع ما نجحش، الراجل راح اختار اختيار تاني، هو حر في اختياره. لكن موضوع احمد حمدي اللاعب اكيد هيتم قيده في القائمه المحليه او هيتم اعارته، الامر ده متروك للمسؤولين، متروك بالتحديد كمان للجهاز الفني للنادي الاهلي ولجنه التخطيط بالمناسبه يعني من خلال التنسيق الكامل. اتجاه لرفع اسم ندفيد واعاره زكريا، الاتجاه الخاص برفع اسم كريم ندفيد من القائمه ليه؟ هو عامه في خلال الايام اللي جايه هيبقى في حسم لموضوع القائمه المحليه، ده شيء طبيعي جدا. القائمه الافريقيه 26 لعيب، ال 26 لعيب اللي تأيدوا في القائمه الافريقيه طبيعي ان هم خلاص مقيدين محليا، يعني انت ما ينفعش تأيد افريقيين غير لما تأيد محليا، فدول ال 26 دول خلاص مفروغ منهم، الموضوع منتهي، اكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. لكن فيما يتعلق بكريم ندفيد الاصابه بتاعته لسه مطوله شويه، كان عمل عمليه جراحه الغضروف فلسه الموضوع هياخد معاه وقت، فممكن يكون في تفكير عند المسؤولين في النادي الاهلي او عند الجهاز الفني ان احنا نرفع اسم كريم ندفيد لحد شهر يناير، لان لسه الاصابه مطوله ولسه لما يرجع هيكون عنده برنامج علاجي وتاهيلي عشان يبتدي يخش مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وبالتالي
ساعتها يكون جاهز المباريات. ممكن ده طبقا لرؤيه الطبيب بالتنسيق مع الجهاز الفني ان ده محتاج فعلا وقت شويه، لكن هنشوف القرار النهائي هيكون ايه خلال ساعات. اعاره مؤمن زكريا وارد ان يكون في اتجاه لاعاره مؤمن زكريا، والكلام ده ايضا هيتم الاعلان رسمي عنه خلال ساعات. هل مؤمن زكريا مكمل مع النادي الاهلي؟ هل هيتم اعارته؟ هل هيتم بيعه؟ احنا هنا برضو عشان حضراتكم تبقوا فاهمين، احنا هنا ما ينفعش ان احنا نقول النادي الاهلي خلاص وافق، لو مثلا حد كاتب على السوشيال ميديا او حاجه النادي الاهلي خلاص وافق على اعاره مؤمن زكريا، لو احنا قلنا كده يبقى احنا بنعلن رسمي. فعشان كده احنا حريصين جدا في كلامنا اللي بنقوله، عارفين ايه بالظبط اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال، لكن الامور دي كده كلها محل دراسه من الجهاز الفني خلال ساعات. زي ما بقول لحضراتكم خلال ساعات هيتم حسم كل الامور الخاصه بملف الراحلين عن النادي الاهلي. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بيقول برضو ان مؤمن زكريا يرفض الاعاره ويتمسك بالاهلي. صبحي جاهز لمواجهه يطلع بره، ده هنتاكد منه بعد قليل. لاسارتي يحذر من التهاون، تحذير لاسارتي من التهاون ده شيء مطلوب جدا جدا، لازم يكون في تركيز كبير جدا في مواجهه فريق يطلع بره. لكن مؤمن زكريا يرفض الاعاره ويتمسك بالاهلي، برضو زي ما قلت لحضراتكم لسه محل دراسه هذا الملف. قرار اخير خاص بالجهاز الفني وهو اللي هيعلن عنه اكيد، سواء من خلال موقع رسمي النادي الاهلي او من خلال قناه النادي الاهلي الرسميه. نروح لفين تاني؟ نروح للاخبار المسائيه. ازارو مستمر في الاهلي، النادي ينفي تلقي عروض لشراء اللاعب والفريق يعسكر يطلع بره. الفريق خلاص اتكلمنا على موضوع يطلع بره ده بشكل مفصل، لكن فيما يتعلق بوليد ازارو. وليد ازارو يا جماعه مكمل في النادي الاهلي، مستمر مع النادي الاهلي. هتقول لي ما هو في كلام ان جه عروض لوليد ازارو، لا بشكل مؤكد، بشكل مؤكد مفيش اي عرض وصل رسمي لوليد ازارو، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه امبارح. وليد ازارو ممكن يكون في تواصل ما بين وكلاء او طرح لبعض العروض، لكن على ارض الواقع شكل رسمي مفيش اي عرض وصل لوليد ازارو. بالتالي اللاعب مستمر مع النادي الاهلي، اللاعب مقيد افريقيا في قائمه النادي الاهلي الافريقيه، فبالتالي ايضا الجهاز الفني في حاجه شديده لوليد ازارو، وصعب ان يتم استغناء عن اللاعب. الملف ده عايزين نقفله. بالمناسبه اي ملف فيه كلام شائك شويه على سواء مدير فني بعض اللاعبين مش وقته، ولازم جمهور النادي الاهلي يعي هذه الجزئيه بشكل كبير جدا، وانا متاكد ان هم عندهم الوعي الكافي بهذه الجزئيه. ليه؟ لان انت لازم دلوقتي تركز مع فريقك وتحفزه بشكل كبير وتشجع كل لعيب وتشجع الجهاز الفني عشان اهدافنا باذن الله او اهداف الجمهور الاهلاوي تتحقق. طيب ماشي حلو، خلينا نروح لفاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا فاروق، وعايز نطمن من خلالك على تدريبات النادي الأهلي النهاردة والتدريب الأخير قبل السفر إن شاء الله للإسكندرية استعدادا لمباراة اطلع بره. الكواليس عندك إيه والأخبار إيه؟ قول لنا يا فاروق. خليني في البدايه امير ان احنا خالص عزائنا للكابتن صلاح محسن لاعب النادي الاهلي لوفاه والده، وايضا خالص عزائنا للكابتن طارق شوقي مسؤول غرف ملاجئ الجهاز الفني للنادي الاهلي لوفاه زوجته. خالص عزائنا لهم بقاء لله طبعا، بقاء لله اكيد يعني. طارق شوقي من احد العمال المميزين النهارده. طبق المران يا امير الساعه 3 مساء. قبل المران كان في تمرين منفرد اداه محمد محمود وسعد سمير وشيكومي مع الكابتن طارق عبد العزيز. حاليا المران ابتدى مجموعتين متقسمين، الفريق النادي الاهلي متقسم لمجموعتين، مجموعه مع كاسيان ومجموعه مع مستر مارتن لافارتي والكابتن محمد يوسف. النهارده ايضا غايب عن المران لظروف كاسه برد جيرالدو. غايب النهارده عن المران، موجود مع عمار حمدي في التمرين المران حول تراك الملعب، موجود ايضا كابتن وليد سليمان بيأدي ايضا برنامج تأهيلي مع اخصائي التأهيل. زي ما قلت امير يعني باستثناء الاسماء اللي احنا قلناها الغائبه للظروف الاصابه او ظروف التأهيل، ايضا النهارده متواجد كريم نيدفيد، يعني خلال الفتره القادمه ايضا وليد نيدفيد هيتوجه في المانيا. باستثناء الاسماء اللي احنا قلناها في الفريق جاهز. طيب بس واحده كده يا فاروق برضو عشان الجمهور يبقى واخد باله كويس قوي، انا عايز اسالك على مواقف بعض اللاعبين واحد واحد كده. رمضان صبحي اخباره ايه؟ لان امبارح تعرض لكدمه، قول لي رمضان صبحي. لا
رمضان موجود وجاهز بيتمرن عادي، ما موجودش في التمرين انا بكلمك، ورمضان امامي دلوقتي في الملعب بيات المباراه. كويس، اذا رمضان صبحي جاهز لمواجهه اطلع بره بشكل تام. طيب وليد سليمان هل هو متاح للجهاز الفني ولا لسه؟ لا وليد ان شاء الله يكون جاهز، يعني هم النهارده ان شاء الله بيقدم مران جامد تأهيلي، وان شاء الله غدا هيبقى موجود مع الفريق في المران اللي تم تحديد ميعاده. ان شاء الله الفريق هيتمرن، هيأدي مران الساعه 5:30، ثم عقب المران هيتوجه الفريق ان شاء الله للسفر الى الاسكندريه. تمام، فيما يتعلق بمحمد الشناوي، هل محمد الشناوي جاهز لحراسه مرمى النادي الاهلي امام اطلع بره، ولا الامور قدامك شايفها ازاي؟ لا الشناوي جاهز، والشناوي حاليا بيقدم مران مع الكابتن طارق سليمان وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد بطارق سليمان. الشناوي كويس في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا امير. الشناوي موجود بيقدم مران وجاهز ان شاء الله لمواجهه فريق يطلع بره السودان. طيب كويس حلو. فيما يتعلق بقى بجيرالدو، انت قلت لي ان هو عنده برد فبالتالي مش موجود في التدريبات، لكن هل هيسافر مع الفريق ولا خلاص هيتم استبعاده من مباراه اطلع بره؟ هيتم تحديد هذا الامر النهارده، يعني مع في الحديث مع الكابتن دكتور خالد عبد العزيز، قال ان شاء الله غدا هيتم تحديد موقف جيرالدو بصوره نهائيه، هل هيكون موجود في اللقاء ام هيتم استبعاده من اللقاء. تمام طيب خلاص. بالنسبه بقى لاخبار التدريبات، الشكل الخططي البدني، هل بان ملامح لتشكيل النادي الاهلي خلال التدريب حتى الان يا فاروق؟ لا هو حتى الان يا امير مفيش اي ملامح للتشكيل، لكن خليني اطمنك من حاجه، ان جميع لعيبه النادي الاهلي جاهزين للقاء. الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، كل الجوانب اللي احنا بنتكلم فيها، لا اللعيبه النهارده كلها، كل اللعيب في فريق النادي الاهلي جاهز لهذا اللقاء. مش هتظهر ملامح التشكيل خلال مران اليوم او مران الغد، لان حاله الجاهزيه اللي عليها اغلبيه عناصر فريق النادي الاهلي هتضع مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني في حيره من اختيار التشكيل اللي هيكون فيه اللقاء. ده شيء مميز. طيب الفريق هيتحرك مباشره بعد التدريب يا فاروق لاسكندريه، تمام كده؟ اي هيأدي الفريق غدا ان شاء الله مران في تمام الساعه 5:30، ثم هيتوجه طبعا الفريق عقب المران هيتناول وجبه الافطار، ثم يتوجه الفريق الى مدينه الاسكندريه. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا بعد هذه المداخله الرائعه، وفي الحقيقه لنا كل الاخبار المتعلقه بفريق النادي الاهلي قبل مباراه مهمه وقبل 48 ساعه من مباراه فريق اطلع بره. طمنا بشكل كبير، رمضان صبحي جاهز خلاص، وليد سليمان يعني لسه مش موضوع مش نهائي، محمد الشناوي جاهز بيتمرن دلوقتي بشكل طبيعي، وليد سليمان بالنسبه عنده لسه تدريبات تاهيليه، جيرالدو عنده برد برده لسه الامور بالنسبه له هل هيشارك في المباراه ولا لا، يعني كلها امور اطمنا من خلال فاروق على هذه الامور الخاصه بالفريق. طب نرجع بقى لعناويننا ونرجع للشروق، وكنا اتكلمنا على ملف رحيل ازارو سريعا عشان الوقت بيداهمنا شويه، وعايز اخد العناوين الاخرى. موضوع ازارو خلاص يا جماعه الراجل مكمل، بقيت العنوان الجهاز الفني يتمسك باللاعب خلاص قلنا الموضوع ده، لاسارتي يرفض الرحيل لتشيلي والكلام ده اتكلمنا فيه امبارح، لاسارتي واتكلمنا فيه اول امبارح كمان، لاسارتي يا جماعه مكمل مع النادي الاهلي، الراجل موجود والراجل هو اللي قاد فتره الاعداد بالنسبه للفريق، وعندك مباراه كمان ثانيه 48 ساعه، فمفيش اي شيء مطروح بالنسبه ان الراجل يرحل. مستر لاسارتي مدرب مميز مستنيين منه مستنيين منه اكتر من كده بكتير، ماشي اكيد ده شيء مؤكد، لكن الراجل في نفس الوقت جاب لك دوري مر بظروف صعبه، جه في نص موسم الكلام اتكلمنا فيه كتير جدا. المطلوب ايه يعني من الاخر دلوقتي؟ المطلوب ان احنا نساند الراجل بشكل قوي جدا جدا، وده اللي اكيد جمهور النادي الاهلي هيعمله، لان انت خلاص كان ممكن يبقى فيه تفكير عند بعض الجماهير ان ممكن لاسارتي يمشي وممكن يجي مدير فني اخر مكانه، لكن خلاص مفيش وقت لهذا التفكير، التفكير كله في ايه؟ في الماتشات والتحديات اللي انت مقبل عليها، فالملف ده اخر مقفول، موضوع منتهي. نادي ينهي ازمه صلاح، احنا عارفين طبعا ان كان في ازمه مع الشركه الراعيه السابقه للنادي الاهلي شركه صلاح، وهم انسحبوا من الرعايه لاسباب يعني غير معلومه. تمام، في النهايه تم تسويه الوضع من خلال حصول النادي الاهلي على مقدم التعاقد اللي تم الغائه او تم فسخه من قبل شركه صلاح، واللي هو كان بكام 150 مليون جنيه بلس. ده كمان النادي الاهلي وقع مع شركه بعديه على طول، شركه برزنتيشن بعديه على طول بكام اسبوع، يعني حاجات بسيطه جدا بشهر تقريبا، بعائد مادي اكبر. يعني في كل الاحوال النادي الاهلي كسبان 150 مليون جنيه مما فيش يعتبر، وطبقا للتعاقد طبعا، الاهلي ما خدهاش غصبا عن حد يعني، لكن هو الموضوع كان طبقا للتعاقد، وكمان ابرم تعاقد او عقد رعايه جديد كان مهم جدا. طيب
نروح لليوم السابع، الأهلي يطالب الشناوي بإغلاق ملف الاحتراف في الصيف. الشناوي أيضا كان من ضمن اللاعبين بعد تألقه طبعا في بطولة الأمم الأفريقية، اللاعب الوحيد اللي يمكن تألق بجوار طبعا نجم نادي الزمالك طارق حامد، واحد ابرز اللاعبين في مصر بشكل عام فعلا طارق حامد، لكن هو والشناوي في الحقيقه هم اللي تالقوا بشكل كبير جدا في بطوله الامم الافريقيه. بالتالي جه عروض للشناوي، وده اللي يخصنا في الخبر ده. ما جاتش عروض رسميه، لكن ايضا كان في كلام وكلاء، وكان في كلام كتير على الدوري الانجليزي بالتحديد. ازاي؟ كان بعض قال لك ارسنال بيفكر في الشناوي، بعض قال لك ليفربول عايزين محمد الشناوي. الاقرب للحقيقه شويه بدون شيء رسمي كان موضوع استون فيلا، لكن في كل الاحوال فتره الانتقالات الصيفيه في انجلترا قفلت امبارح خلاص الساعه 12 بالليل، قفلت الموضوع انتهى، يعني مفيش اي عروض للشناوي هتيجي، ومفيش اي تفكير في رحيل محمد الشناوي خالص خالص. لاعب افضل حارس في مصر هو محمد الشناوي، فبالتالي النادي الاهلي بيحتفظ بيه بكل تاكيد. وارد انه يجي له عرض في يوم من الايام من دوري اخر، البعض يقول لك الدوري التركي وكلام من ده، لكن الامر غير مطروح واللاعب مستمر مع النادي الاهلي. دي كانت اخبار النادي الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع كانت ايه؟ يلا نروح نشوف. الوطن سبورت، احتفالية خمس نجوم لتسليم الأهلي درع الدوري 24 أغسطس. فيتو، الأهلي يخوض اليوم مرانه الأخير في التتش استعدادا لمواجهة اطلع بره. مبتدأ، مدرب الأهلي مواجهة بطل جنوب السودان ليست سهلة. صدى البلد، محاضرة فيديو للاسارتي مع لاعبي الأهلي. الفجر الرياضي، طبيب الاهلي رمضان صبحي جاهز لمواجهه اطلع بره، وده اتاكدنا منه خلاص. الوفد، علي لطفي يقترب من حراسه مرمى الاهلي امام اطلع بره. 1-3 التشكيل المتوقع للاهلي امام اطلع بره. اليوم السابع، الاهلي يسدد 20 مليون جنيه للبيراميدز قيمه صفقه أفشة. بوابة أخبار اليوم، وليد صلاح لابد من مساندة الجماهير لأزارو في الموسم الجديد، ده مهم. المصري اليوم، الصفاقسي ينفي فسق التعاقد مع عمرو جمال. الوطن سبورت، نبتدي بالوطن سبورت. احتفالية خمس نجوم لتسليم الأهلي درع الدوري يوم 24 أغسطس. طيب الاحتفاليه دي طبعا احنا عارفين النادي الاهلي ما احتفلش بالدرع في الملعب، وبالتالي اتحاد الكره كان مقرر ان هيكون في احتفال خاص للنادي الاهلي، وهيشمل هذا الاحتفال ايضا بعض الجوائز الخاصه بالدوري المصري بشكل عام، سواء فيما يتعلق بافضل لاعب، افضل حارس، افضل مدرب، كل هذه الامور. احتفاليه من خلال الخبر من جريده او من موقع الوطن سبورت ان هي هتكون بعد ما اتحاد الكره قال ان هتكون يوم 24 اغسطس. 24 اغسطس ده يعني امتى؟ يعني بعد مباراه الاياب امام اطلع بره بيوم بالظبط. مباراه الاياب هتكون يوم 23. هنشوف الاحتفاليه دي، والنادي الاهلي يستحق ان هو يحتفل بشكل كبير جدا بطوله الدوري الاغلى في تاريخه. سريعا هنسرع رتمنا شويه عشان ناخد اكبر كم ممكن من الاخبار. نروح لفيتو، الاهلي يخوض اليوم مرانه الاخير في التتش استعدادا لمواجهه اطلع بره. اتكلمنا فيه بتفاصيل كتيرة واطمنا على كل ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم قبل المباراة. نروح لمبتدأ، مدرب الأهلي مواجهة اطلع بره أو بطل جنوب السودان ليست سهلة، وده أيضا اتكلمنا فيه واتكلم فيه كابتن محمد يوسف والجهاز الفني كله مع اللاعبين على أهمية الجدية والتركيز المطلوب جدا جدا في مواجهة فريق اطلع بره، وكلنا ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني وفي اللاعبين. نروح لفين؟ نروح لصدى البلد سريعا، محاضرة فيديو للاسارتي مع لاعبي النادي الاهلي، ده شيء طبيعي بعد ما وصول بعض اللقطات الفيديو الخاصة بفريق اطلع بره، بالتالي انت بتقف على نقاط القوة الضعف في هذا الفريق عشان تقدر تتعامل معاه. عايز اروح للوفد عشان نتكلم على خبر علي لطفي يقترب من حراسة مرمى الاهلي امام اطلع بره بعد المداخلة مع زميلنا العزيز فاروق صلاح، واللي قال ان محمد الشناوي شارك في التدريبات بشكل طبيعي. اذا الاقرب مش علي لطفي، اعتقد كده الاقرب محمد الشناوي لتشكيل النادي الاهلي وبالتحديد في حراسه المرمى امام اطلع بره. نروح ل 1-3 سريعا، واللي بتتكلم على ايه؟ على تشكيل النادي الاهلي المتوقع لمباراه اطلع بره. خليني اقول لحضراتكم التشكيل طبقا لموقع 1-3: محمد الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه وايمن اشرف مساكين، علي معلول باك ليفت، محمد هاني باك رايت،
نص الملعب كل من حمدي فتحي وعمرو السوليه، امامهم وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد ازارو. ممكن اعدل بقى، انا هعدل في التشكيل ده سريعا. علي معلول الخط الدفاع وحراسه المرمى مفيش مشكله خالص. وليد سليمان اعتقد ان هيبقى مكانه صالح جمعه طبقا لعدم جاهزيه وليد سليمان. هو ده اللي ممكن يكون التعديل الوحيد في هذا التشكيل. نروح لليوم السابع، الاهلي يسدد 20 مليون جنيه لبيراميدز قيمه صفقه أفشة. طبعا احنا عارفين ان اللاعب مهم جدا، انضم للنادي الاهلي مؤخرا من اسبوع تقريبا، محمد مجدي أفشة، احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري، واللي اكيد هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي. انضم مقابل 20 مليون جنيه، وطبيعي النادي الاهلي بيوفي بكل العقود المبرمه، وطبيعي ان هو هيدفع ال 20 مليون جنيه، يعني خبر مش جديد. يعني بوابه اخبار اليوم، وليد صلاح الدين، كلام من نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن وليد صلاح الدين، عن مسانده الجماهير لازارو في موسم جديد وضروره هذه المسانده. ليه؟ لان وليد أزارو ممكن يكون بيواجه بعض الانتقادات العنيفة نسبيا خلال الفترة اللي فاتت لإضاعته بعض الفرص السهلة، لعدم توفيقه في الكثير من الأحيان، لكن زي ما بيقول كده كابتن وليد صلاح الدين إن وليد أزارو أحد اللاعبين المميزين، وكان في يوم من الأيام هداف الدوري 18 جون في أول موسم ليه، وأكتر لعيب أجنبي جاب أهداف في موسم واحد هو وليد أزارو في الدوري يعني. فبالتالي المسانده مطلوبه. ممكن تختلف على قدرات لعيب، مش بتكلم على وليد ازارو لوحده، لا، انت ممكن تختلف على قدرات اي لعيب في اي حته في الدنيا يعني. لكن في نفس الوقت انت كمشجع للنادي الاهلي وكمحب للنادي الاهلي دورك ايه دلوقتي؟ رغم احترامي الشديد لرايك، طبيعي جدا جدا، لكن الدور دلوقتي الهدف بالنسبه لنا ايه؟ ان الاهلي يفوز. الهدف بالنسبه لنا ايه؟ ان اللعيبه تتالق. طب عشان تتالق والاهلي يفوز هيبقى ازاي؟ هيبقى بالمسانده وتشجيع وليد ازارو، وتشجيع كل اللاعبين مش وليد ازارو بس، وان شاء الله ان شاء الله هيكونوا عند حسن الظن فيما هو قادم من مباريات. المصري اليوم بتقول الصفاقسي ينفي فسخ تعاقد عمرو جمال. ازمه عمرو جمال حضراتكم اكيد متابعينها خلال الساعات القليله الماضيه، اللاعب سافر تونس رغم ان كان ناقص له يومين في موضوع التجنيد. الراجل سافر بحيث ان هو يروح يوقع العقد بعد الاتفاق طبعا ما بين الصفاقسي والاهلي على الاعاره لمده موسم، فهو راح يوقع العقد، خلص الدنيا ولعب كمان مباراه وديه هناك. وفي ازمه بخصوص التجنيد لان عمرو جمال دلوقتي 28 سنه، فحتى لو موجود لسه ما خلصش دراسته مثلا في جامعه او حاجه، لكن خلاص 28 سنه انت مطلوب التجنيد. هو اللي بيحصل يعني دلوقتي ايه؟ ان هو بيحاول ينهي الامور الخاصه بالتجنيد، بيحاول يعني، ولو نجحت هيعود للصفاقسي. في نفس الوقت في مسانده قويه جدا من نادي الصفاقسي التونسي اللي مدرك قوي ان هو متعاقد مع لعيب كبير جدا بحجم عمرو جمال، ومدير فني نيبوشا المدير الفني للصفاقسي معجب باللاعب جدا ومتمسك جدا ببقائه. هم طبعا بيحترموا من خلال بيانهم كل الامور الخاصه بالتجنيد في مصر وما عندهمش اي مشكله، لكن في نفس الوقت مش هيتخلوا عن اللاعب او هيحاولوا يتمسكوا باللاعب لاخر لحظه. نتمنى لعمرو جمال كل التوفيق، سواء هيكمل مع الصفاقسي سواء هيعود للدوري المصري، هنشوف الامور ايه. لعيب مهم جدا عمرو جمال. طيب نروح سريعا لاهم الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. بوابه فيتو، مؤتمر صحفي للجبلايه عقب عيد الاضحى للكشف عن المدير الفني للمنتخب. بوابه اخبار اليوم، عبد الستار صبري تحت امر المنتخب في اي وقت. سوبر كورة، مفاوضات بين اتحاد الكرة والشركة الراعية لإقامة مباراة السوبر خارج مصر. مبتدأ، الكشف عن كواليس قرارات اتحاد الكرة بخصوص الدوري الممتاز والدرجة الثانية. اليوم السابع، صفي بسيوني يقترب من رئاسة لجنة تراخيص الأندية. الكابتن سمير محمود عثمان رئيسا للجنة الحكام خلال الساعات المقبلة. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يخصص جائزة أوسكار لأفضل معلق رياضي. بوابة فيتو، اتحاد الكرة يخاطب عدة دول لمواجهة منتخب الشباب بمعسكر سبتمبر. بوابة الأهرام، إلقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح. بوابة الوفد، محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام نوريتش في افتتاح الدوري الانجليزي. بطولات، انني قد يرحل عن ارسنال قبل نهايه الشهر الحالي. دوت مصر، الاتحاد الافريقي يعدل لوائح دوري ابطال افريقيا. كوره، جوندوجان يجدد الولاء لمانشستر سيتي.
يلا كورة، ميسي يفوز بجائزة هدف الموسم بدوري الأبطال. في الجول لويس اللاعب الأرسنال، الأمر أسهل بعدما بات أوباميانج ولاكازيت في فريقي. سبورت 360، باريس سان جيرمان يمنع عودة نيمار إلى برشلونة. أس عربي، أسطورة يونايتد منتقدا لوكاكو، يزن أكثر من 100 كيلو. جول إبراهيموفيتش ينتقد نظام الدوري الأمريكي. أخبار محلية كتير وأخبار عالمية كتير هنتكلم عليها بالتفاصيل جدا جدا مع ضيفنا العزيز الأستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي. استاذ سعيد منورنا ومشرفنا. اهلا بيك استاذ امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله انا بخير، كل سنه وانت طيب، كل مشاهدي الاهلي بخير. دايما بتبقى فقره مميزه ونكون معايا في الحقيقه يعني. انا سعيد دايما بوجودي معاك. ربنا يخليك. اكيد طبعا يعني. في كلام كتير قوي في الاخبار المحليه والعالميه، هبتدي بيها لان كان عندنا بعض العناوين قبل الفاصل هنعلق عليها مع بعض، وبعد كده نتكلم بقى بشكل مفصل عن النادي الاهلي واستعداداته لمباراه اطلع بره. خلينا نبتدي ببوابة فيتو اللي بتقول ان في مؤتمر صحفي للجبلية يعقوب عيد الاضحى للكشف عن المدير الفني، زي ما انت شايف العنوان كده قدامنا. ملف المدير الفني احدى الملفات الهامة جدا على الساحة الرياضية المصرية فيما يتعلق بالمدير الفني القادم لمنتخب مصر. الاخبار او المعلومات اللي ممكن تكون عندك تتمثل في مين المدير الفني؟ الملف فعلا هيتحسم بعد عيد الاضحى المبارك؟ خلينا اقول ان احنا رغم قبل حتى الاستقرار على فكره اللجنه المؤقته اللي هتدير شؤون الجبلية خلال الفتره المقبله وحتى ما قبل الانتخابات، كان الشغل الشاغل للمسؤولين خلال الفتره الاخيره والايام الاخيره هو المدير الفني للمنتخب الوطني. طبعا المعلومات اللي عندي والمتاكد منها تماما ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو الاكثر اصرارا وتمسكا بفكره الكابتن حسن شحاته. هو الكابتن حسن شحاته هو طبعا، بس عشان الناس تبقى فاهمه، المدير الفني وطني خلاص، هو الموضوع منتهي. هو الصراع ما بين كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال، في ناس خرجت من الصوره زي كابتن احمد حسام ميدو وطلعت يوسف خرجوا من الصوره. خرجوا من الصوره. كابتن حسام حسن ايضا خرج من الصوره. ال- 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 الكلام كله في اطار الثلاثه، حسام البدري، ايهاب جلال، كابتن حسن شحاته. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مصر على كابتن حسن شحاته لانه له التجربه السابقه، وكان هو السبب في اختيار حسن شحاته في 2006 لما كان عضو اتحاد كوره وقدم دراسه قال فيها ان المنتخب الوطني او المنتخب المحلي هو الانسب في القاره الافريقيه. كويس. وعدد امثله وقتها لتجارب ناجحه المدرب المحلي يعني. هو دلوقتي متحمس جدا ومصر على فكره كابتن حسن شحاته، رغم ان في اعتراضات كتير او رغم ان في ناس كتير بتنصحه بان كابتن حسن شحاته مش مناسب للمرحله. في رؤى تانية طبعا مع كابتن حسام البدري، فرصه قويه جدا جدا، هو فرصه الاقوى حتى الان. يعني فرصه قويه جدا يعني. لما المسؤولين بيتكلموا بشكل فني مع الناس المتخصصه في الامور الفنيه بيكون الاختيار الاول حسام البدري. تمام. لكن زي ما قلت لك كان الوزير الدكتور اشرف صبحي مصر او شايف ان حسن شحاته مش قادر يستمع حتى للنصائح، او بيعتبرها ان هو في فتره من الفترات لقى نفس الاعتراضات. يعني في 2006 الوحيد اللي كان بيدعم اختيار اشرف صبحي كان الدكتور عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكره وقتها، كان كل اعضاء اتحاد الكره اختيار كابتن حسن شحاته. في 2006 كابتن حسن شحاته مش دكتور اشرف صبحي. لا اختيار كابتن حسن شحاته. يعني اختيار دكتور اشرف صبحي لحسن شحاته كان بيلقى دعم من عصام عبد المنعم فقط. تمام. دون ذلك كان كل اعضاء الاتحاد بيرفضوا، فهو شايف ان الاعتراضات اللي بيشوفها دلوقتي عاديه عادي هتكون زي 2006 وانا هنجح. لكن هو يعني انا التقدير الشخصي هو لا يدرك حجم الاختلافات ما بين 2006 وما بين دلوقتي. يعني هو انا لما تيجي تكلمني انت تفضل حسن شحاته ولا لا، هقول لك لا. انت نفسك شايف كابتن حسن شحاته؟ شايف كابتن حسن شحاته لا. ليه؟ لان انا الظروف اللي جه فيها كابتن حسن شحاته كانت تناسب المرحله اللي هو جه فيها. بالظبط. بمعنى ان احنا حاليا انت هتتفق معايا وكل المصريين هيتفقوا معايا ان احنا محتاجين تكوين فريق جديد. طبعا. منتخب جديد. طبعا. لكن كابتن حسن شحاته هو رجل تسلم منتخب جاهز، بمعنى ان هو كان عنده اعظم جيل في تاريخ الاهلي او واحد من اعظم الاجيال. خليني اختلف معاك شويه. هنختلف.
لان في 2006 ما كانش المنتخب جاهز ولا حاجه. هو اولا تولى تدريب المنتخب اعتقد في 2005 في 2005 بعد هزيم ترديلي. بعد ما ترديلي مشي. لكن ترديلي كان نفس الامور الخاصه باجيري دلوقتي، كان سايب منتخب مش قوي جدا. منتخب العناصر حتى اللي تم اختيارها من قبل كابتن حسن شحاته، انا اتفق معاك ان هي كانت متالقه في النادي الاهلي، هم ابرز العناصر ساعتها، ابو تريكا، محمد شوقي، بركات، كل النجوم دي، حسن مصطفى، كان في عدد كبير جدا، الحضري، النحاس، والجمعه، كل الناس دي تمام، كان دول موجودين في النادي الاهلي. لكن كان الاختيار ايضا من مين؟ من كابتن حسن شحاته. لكن هو ما تسلمش منتخب بالتشكيله جاهز او ما غيرش فيه او ما عدلش فيه، لا هو عدل. صحيح. انا بكلمك على فكره القوام المتاح. تمام. انت كابتن حسن شحاته تسلم قوام من منتخب 2001 ومنتخب 2003، منتخب اللي حقق البرونزيه اللي كان فيه حسام غالي ومحمد شوقي، ومنتخب 2003 المنتخب الشباب 2003 اللي صعب متعب وعمرو زكي وحسن عبد الرب واحمد فتحي. فهنا كان القوام متاح وجاهز، وكان الاهلي في المرحله ديت بيبتدي يبني فريق من 2004 2005 الاهلي بدا يبتدي. فلما وصل كابتن حسن شحاته ل 2006 كان الاهلي بيعيش فتره عظيمه جدا واستمر ل 2010. فهنا القوام كان متاح. طب حاليا هل في قوام متاح؟ احنا من 2013 ل 2020 2019 مفيش منتخب شباب صعب فعلا، صعب كاس العالم. فهنا البنيه او الخامه اللي كانت موجوده عند كابتن حسن شحاته مش متاح حاليا. انا بشوف كابتن حسن شحاته فقير او ضعيف في فكره الابتكار، فكره ان هو يخلق. أنا طبعا مع احترامنا وتقديرنا الكامل للكابتن حسن شحاته، بنتكلم دي رؤيتي، ونجم كبير جدا، واولا حقق القاب مع انديه، وانديه كانت في الوقت ده مش قويه جدا زي ما قولين، خد بيه السوبر وكاس مصر، وقدر ان هو يحقق ثلاث القاب متتاليه لبطوله الامم الافريقيه، حاجه كانت اعجازيه في صحيح. فيبقى تاريخ كبير طبعا. لكن ممكن يكون من وجهه نظرك ان مش ده وقت الكابتن حسن، مش ده وقت كابتن حسن. يعني لما ترجع برضه بالذاكره، لما احنا بدلنا طرق اللعب واستغنينا عن فكره الليبرو في 2010، كابتن حسن شحاته واجه مشاكل كتير جدا، ما عرفش يلعب بالمنتخب، هلعب بالليبرو ولا من غير الليبرو، لما الانديه اضطرته لتغيير الطريقه كان هو فكره التغيير عنده مش مستجيب ليها. فدي مشكله من المشاكل اللي بتقول لي ان هو في مع مراحل التغيير بيبقى في مشاكل. ايضا في فكره مهمه جدا، ان انا بشوف بشكل شخصي كابتن حسن شحاته انتقل لمرحله المستشاريه، بمعنى ايه؟ هو راجل اصبح بحكم سنه وبحكم خبراته ما عندوش القدره انه يغوص في تفاصيل التفاصيل. المدرب اللي مش بيخوض في كل التفاصيل ويبقى قريب من كل لاعب في كل حاجه بيبقى المهمه صعبه جدا. انت شايف ان الافضل يكون اتجاه للشباب شويه؟ انا كابتن حسام بدري مش شاب يعني، لكن يعتبر، لكن ما زال عنده الشغف وما زال عنده الحافز انه يعمل حاجه، ما زال عنده الرغبه، يعني واحد من الناس اللي يقدر يقدم جديد. لو اتكلم عن كابتن حسام بدري ايضا عنده امتزاج كتير. انت مع اتجاه كابتن حسام بدري؟ طالما مدرب مصري وفي اطار الاسماء المتاحه يبقى كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري يعني اشتغل في ظروف مشابهه لدي لما تولى فريق الاهلي بعد مستر مانويل جوزيه. الاهلي كان جيل ذهبي بيبطل كابتن ابو تريكه وكابتن بركات وكابتن وائل جمعه، كان عناصر كتير بدات تنهي مشوارها. فهنا كان وهو بيعتمد على شباب وهو ما عندوش القوام الكامل ان يستمر، قدر يبني وقدر من خلال، لو تفتكر مرحله شهاب ومرحله شكري وعفروتو ثم ضم جده وليد سليمان وعبد الله السعيد، قدر يكون الفريق. فهو الراجل هنا عنده قدره على التكوين والعمل بعد المحطات او المطبات الصعبه، يعني طبعا. دي كررها ايضا في الولايه الاخيره مع الاهلي. لما جه تسلم فريق كان خسران الدوري والكاس، وكان في مشاكل فنيه كبيره جدا، قدر يستعيد الاهلي من جديد وحقق ارقام قياسيه. فهنا هو الراجل هنا بيستطيع العمل في ظل الظروف الصعبه، بيقدر يبني، اعتقد انه يعني انسب، يمتلك الاستراتيجيه اللي تخلينا في المرحله ديت يقدر يعمل شغل كويس. كمان طريقه لعبه كابتن حسام البدري مش هو المدرب الثوري او المقامر اللي بيبالغ قوي، ولا هو المدرب المتحفظ جدا. يعني انت دايما تلاقي حسام البدري موجود في اي حته، يعني فريق هيستحوذ هيمتلك الكوره، عنده اتزان، لكن ما بيمتلكش دي المدرسه البرتغاليه اللي احنا ممكن التزام فني، يعني التزام خططي داخل الملعب. فاعتقد ان المدرسه دي يعني احنا محتاجينها في التوقيت ده، التوقيت اللي هو مرحله انتقال. طيب دي مميزات كتير عند الكابتن حسام البدري، ومحدش يقدر يغفل هذه المميزات وبطولاته مع النادي الاهلي ومسيرته التدريبيه المميزه. صحيح. في الحقيقه، لكن في المقابل البعض بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو فشل ذريع مع المنتخب الاولمبي، وكان عنده عناصر مميزه جدا، ودي حقيقه، كان عنده عناصر جامده جدا بس ما قدرش ان هو يتاهل للاولمبياد. فالبعض بيربط هذا الفشل بامكانيه فشله مع المنتخب الاول. صحيح. طيب امكانيه فشل اي مدرب في العالم في واحده من تجاربه دي وارده جدا، عشان نبقى معترفين او متفقين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش عايز ارجع لظروف البطوله، التصفيات والملاعب اللي اتلعبت فيها والشكل والمشاكل اللي كانت موجوده. انا بس عايز اسال المعترضين او اللي بيتكلموا في النقطه دي بالتحديد، كام لاعب
من هذا الجيل، انا بشوف ناس كتير جدا بتقول ان كان جيل قوي جدا، كم لاعب من هذا الجيل استطاع الاستمراريه وان يحقق نفسه وان يكون لاعب قوي جدا ويكون مؤثر في المنتخب الاول؟ يعني جيل كان مع كابتن حسام البدري، كم لاعب من اللي لعب البطوله حاليا هو عمود رئيسي في منتخب مصر؟ رئيسي لا، مفيش. يعني هو لو دورت هتلاقي ممكن كهربا مثلا افضل لاعب في الفريق، يعني انا صلاح جمعه، صلاح جمعه والاثنين رمضان صبحي كان موجود، رمضان صبحي مش في الجيل ده بعده، يعني رمضان ممكن تصعد بعدها. لكن انت لما تبص على كهربا حاليا بالاساس هو مش عمود في منتخب مصر. صلاح جمعه مر فترات مشاكل في النادي الاهلي وما استمرش، فلما نتكلم عن جيل قوي هو انا عايز اقول لك الحاجه برضه، ما هو كهربا مش عمود في منتخب مصر بناء على اختيارات سيئه من المدير الفني وقبله، وصلاح جمعه بناء على اختيارات سيئه لا قبله كان موجود. صلاح جمعه صلاح جمعه حتى في النادي الاهلي، هل جمهور الاهلي كان راضي على فتره تواجد صلاح جمعه طوال الثلاث سنوات قبل الست شهور دول؟ لا يعني طوال، احنا بنتكلم، شوف كابتن حسام بدري كان بيلعب في بطوله التصفيات من اربع سنين تقريبا، فخلال اربع سنين دي ما فيش ثلاث اربع لعيبه من المنتخب ده قدروا يثبتوا انهم عندهم الشخصيه وانهم ياكدوا ان يعني الموضوع كان متعلق باللاعبين. انا شايف ان كان في مشاكل في اللاعبين، يعني افكرك بحاجه من الحياه، يمكن جمهور الزمالك وقتها هاجم كابتن حسام بدري بشده لانه ما لعبش المهاجم محمد سالم وانه حول كريم نيدفيد لمهاجم وقتها، وازاي محمد سالم ما يلعبش عشان زملكاوي ما يلعبش، اين محمد سالم اللي كان في الزمالك وقتها؟ محمد سالم مش موجود اساسا، كان كل الدنيا بتتكلم عنه عايز يلعب، كانت الخيارات هي موجوده كده، هو اضطر يعمل لبعض التغييرات في الشكل، حول كريم نيدفيد لمهاجم في بعض الاوقات، ما كانش عنده مهاجم صريح، الملعب اللي كان بيلعب عليه لو رجعت له تاني دلوقتي هشوف الشكل كان عامل ازاي، هو كان محتاج هدف واحد عشان يصعد، ما حصلتش، لكن في النهايه خلينا نقول ان وارد جدا انك تخسر تجربه، لكن باقي التجارب سواء في المنتخب السوداني سواء مع النادي الاهلي واحد واثنين حقق نجاحات كبيره جدا، هو شخصيه. وفي ليبيا اعتقد نجح، وفي ليبيا نجح ايضا، حتى في الفتره القصيره اللي كان في انبي قبل ما يعود للاهلي كان ناجح فيها ايضا، في تمام مباريات حقق ست مكاسب وتعادل وهزيمه واحده. تمام، يعني في كل الاحوال نتمنى اختيار الانسب، يعني واي حد هيمسك منتخب مصر اكيد هندعمه ونسنده، لان احنا اكيد بندعم دايما منتخب مصر، المدير والفني لعيبته الموجودين، ده الشيء مؤكد يعني. طيب نروح لخبر اخر من سوبر كورة برضو، بيقول ايه، مفاوضات بين اتحاد الكرة والشركة الراعية لإقامة مباراة السوبر خارج مصر. اتحاد الكرة كان من يومين ثلاثة كده قال ان خلاص ماتش السوبر مش هيبقى في استاد القاهرة عشان استاد القاهرة مش جاهز، في تعديلات وصيانات صيفية وكل هذه الامور، فبالتالي دلوقتي مفاوضات على المكان اللي هيستضيف في مباراة السوبر. احنا عارفين ان ميعاد مباراة السوبر هيكون يوم 18/9 قبل انطلاق الموسم الكروي بتحديد الدوري المصري بيوم مباشره، اللي هيكون في يوم 19/9. شايف الموقف ده ازاي وايه الاقرب؟ الاقرب ان احنا المباراه تكون بره مصر. أوكي. في الامارات. لكن المفاوضات مثلا على مكان معين؟ اعتقد المفاوضات جاريه على الامارات، والامارات هي الاقرب. الامارات هي الاقرب لاستضافه مباراه السوبر، واعتقد برضو اظن ان فكره ان احنا ناخد السوبر بره مصر دي شيء جيد جدا، كل دول العالم دلوقتي اتجهت انها تلعب السوبر في بلدان مختلفه، امور تسويقيه ان انت بتوسع نسبه المشاهده عندك. ايضا ابو ظبي داخله بقوه انها نفسها تشارك في نقل الدوري المصري، فاهتمام العالم حوالينا بالدوري بتاعنا ده شيء ايجابي جدا، واحنا المفروض نشجعه ونحفز طبعا. ده اكيد. طب هل ده ممكن ما يزنقش الوقت شويه، لان انت هتسافر قبل الماتش بكذا يوم وبعد كده ترجع بعد ما تخلص الماتش ترجع، وانت بالاسبوع الاول هيكون ابتدى في بطوله الدوري، فممكن يتم تاجيل مباراه الاهلي والزمالك في الاسبوع الاول وكل هذه الامور، فنشوف ونعيش نفس القصه اللي عشناها السنه اللي فاتت. اعتقد ان الاهلي والزمالك بقى عندهم مناعه تجاه الظروف دي، الاهلي والزمالك بالتحديد خلاص في انديه ما بترتاحش، بس للاسف الظروف دي برضو بتؤدي لخساره القاب، يعني الاهلي خسر بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل مؤسف شويه بسبب اللي حصل، يعني حقيقي سوء تنظيم طبعا اضر، لكن احنا ربما تكون دي المحطه الاخيره في التخبط، يعني احنا بنلعب السوبر الموسم الماضي في موسم جديد، فده بيقول ان احنا كنا بنعيش مرحله صعبه جدا مع لجنه جديده واداره جديده، نامل ونتمنى ان الوضع ده ما يتكررش، نامل ان احنا نبقى عارفين من بدري جدا امتى هنلعب السوبر وفين، ونامل ان لعيبتنا تاخد وقت كتير كافي من الراحه عشان تقدر تلعب في الموسم الجديد. طيب ايه اللي يمنع ان السوبر يتلعب في ملعب تاني غير استاد القاهره؟ هل ان السوبر عشان يبقى في مصر لازم يبقى في استاد القاهره؟ ليه ما نلعبش مثلا في برج العرب، ما تلعبش في اي ملعب تاني جاهز، عندك الدفاع الجوي ملعب مميز، عندك ملاعب كتيره جدا دلوقتي في مصر، السلام عندك ملاعب كتيره جدا في مصر. يعني تقديري الشخصي ان الازمه مش ازمه ملعب، هي الفكره هو الاتجاه التسويقي، تسويقي والاتجاه التسويقي في بره مصر، لكن
لكن الملعب لا اعتقد ان احنا عندنا اكتر من ملعب بعد امم افريقيا اللي خلصنا من شهر طبعا كمنظر حقيقه ممتاز. احنا نقدر نستضيف يعني 5 سوبر 6 سوبر في مصر مش بالزبط. سوبر مصري بس ممكن نستضيف سوبر احنا نستضيف كاس عالم كمان صحيح. الحقيقه والله بجد مش مبالغه لان احنا عملنا بطوله رائعه جدا تنظيميا وبنيه تحتيه في منتهى الروعه يعني ولازم نشكر على طول كل المسؤولين اللي قاموا على تنظيم بطوله الامم الافريقيه دايما لازم نشكرهم لان المنظر كان مفرح في الحقيقه. طب نروح لخبر اخر من موقع الكابتن. موقع الكابتن بيقول ايه؟ موقعنا احنا ده تبعك؟ اه قال ايه موقع الكابتن؟ قال سمير محمود عثمان رئيسا للجنه الحكام خلال الساعات المقبله. ما جبتوش موقع الكابتن يا جماعه. طيب هو الاقرب فعلا؟ ده كان انفراد زميلنا رامي رجب من باتصال شخصي مع الكابتن سمير. قال له فعلا ان هو تلقى اتصال من المسؤولين اتحاد الكوره. تلقى الاتصال امتى؟ اول امبارح. اول امبارح وتم الاتفاق بشكل كامل على ان هو هيكون موجود. شخصيه ممتازه في الحقيقه سمير محمود عثمان، شخصيه ممتازه صاحب خبرات وقادر على التعامل مع المواقف الصعبه. انا بشوفه اختيار مثالي في التوقيت ده واتمنى له التوفيق. طبعا شايف ان هو يقدر يعدل ان شاء الله باذن الله المسيره التحكيميه اللي كان عليها لغط كبير جدا على مدار الدوري السنه اللي فاتت، وهل ممكن هو يساعد في موضوع استخدام الفار؟ هو هيساعد اكيد، هيطالب يعني في موضوع الفار. هل اتكلمتوا معاه في الجزئيه؟ مفيش فار موضوع مفيش في مصر. طيب تطوير مستوى الحكام المصريين. تطوير مستوى الحكام عندي امل كبير جدا انه يكون موجود، لكن انا شايف ان مش طول الوقت لازم نقول الازمه عند الحكام نفسهم او اشخاصهم. يعني احنا محتاجين شويه نخفف من تعصبنا. كويس. الخطاب الاعلامي اتجاه الاخطاء التحكيميه لازم يكون في انضباط شويه. مش بعد كل مباراه كل خاسر يحمل التحكيم خسارته. وارد جدا ان بيحصل اخطاء تحكيميه، وارد انها بتتكرر. شفنا بطولات بتتغير بسبب في كل حته في العالم لحد دلوقتي بتحصل حتى وفي وجود الفار. احنا في مصر الخطاب حاد جدا. الجمهور متعصب بشكل كبير جدا، وغزه ده الصفحات وغزه ده بعض البرامج. في نفس الوقت الاخطاء التحكيميه كتيره جدا برضه. ما هو في كل مكان اخطاء تحكيميه بس كتير. لا عندنا الموضوع كبير شويه برضه يعني. لا انا اعتقد ان الاخطاء التحكيميه في مصر اقل كتير جدا من اماكن ثانيه. انا بشوف ده زي ايه؟ زي اماكن زي مين؟ زي الدوري الانجليزي. النهارده في حكام في الدوري الانجليزي 47 سنه بيحكم. أوكي. شعره شايب وجسمه تخين. اوكي حلو ما عنديش مشكله. بس الاخطاء في الدوري الانجليزي قليله مش كتير. لا اخطاء كتير جدا. لا اخطاء كتير. لما تيجي تقارنها بالدوري المصري هتلاقيها قليله جدا. طيب انا لو رجعت للموسم الماضي هتشوف ليفربول حقق 12 نقطه من اهداف تسلل. 12 نقطة كانت يعني فرقت في مشوار البطولة لحد آخر لحظة. الفريق بينافس على آخر لحظة ب 12 نقطة في أهداف تسلل. أوكي بس محمد صلاح سجل هدفين تسلل. بس بيبقى أهداف فيها مثلا شك شوية، في بعض منها بيبقى واضح والبعض منها بيبقى فيه شك. فرق حاجات بسيطة. في ضربات جزاء كتير جدا محمد صلاح يعني كان في حملة ضده إن هو ممثل في ضربات جزاء. بس هي ضربات جزاء تضحك. أنا كنت متابع أول بس لحد النهاردة أكتر من 60% من الجمهور هناك شايف إن دي مش فاهمة. ماشي بس الأخطاء هناك مش كارثية برضه. يعني أنت دلوقتي لما تيجي هنا تجيب أمثلة لبعض الأخطاء للحكام، عندك أبرز مثال في الدنيا كلها الكرة بتاعت ماتش الإنتاج الأهلي والإنتاج بتاعت وليد أزارو ده كان. طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الكابتن سمير محمود عثمان، طبعا الحكم الدولي الكبير. يا كابتن سمير مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن سمير، وكل سنه حضرتك طيب وصوتك جميل. يعني حاجه جميله بصراحه واستمتعت بيك انتوا الاثنين. منورنا يا كابتن سمير. هل اقتربت فعلا من تولي رئاسه لجنه الحكام باتحاد الكره؟ قول لنا الجديد ايه؟ بص يا كابتن امير، يعني بكل صراحه حتى هذه اللحظه انا بسمع زي حضرتك سواء في المواقع او في البرامج التلفزيونيه. تمام. انما لسه ما فيش اي حاجه رسميه ولا في اي حد كلمني لسه. انا متابع للاخبار ولسه مفيش حاجه بصراحه رسميه او غير رسميه حد كلمني فيها. طيب في حاله ان حد اتكلم مع حضرتك يا كابتن سمير، هل عند حضرتك الحماس الكافي لتولي هذه المسؤوليه الصعبه جدا جدا والمهمه في نفس الوقت في الكره المصريه؟ بصراحه يعني اتمنى طبعا لو ده تم يا كابتن امير. طبعا شرف ليا اكون في مكان زي ده. وده هيجي تكمله للناس اللي سبقوني، كل اللجان اللي سبقوني بالناس اللي موجوده. تمام. عشان اللي عاوز ينجح في مكان يا كابتن امير ما يبتديش من الصفر. طبعا ما ينفعش حد يبتدي من الصفر، لازم تبتدي صح من الناس اللي كانوا لسه شغالين. تمام وهم وصلوا للنقطه ايه وتكمل عليها. وانت بقى في الخطط بتاعتك ومع الموارد المتاحه اللي تقدر تشتغل بيها. انما زي ما حضرتك قلت هي مسؤوليه صعبه جدا. بس طبعا بتبقى سهله في حاله واحده، لو الحكام داخل اللجنه او خارج اللجنه بيتفقوا معاك وبيساعدوك.
طيب. مفيش واحد يقدر ينجح في مكانه. اكيد. طيب كابتن سمير، حتى الان حضرتك ما توليتش المسؤوليه، لكن في حال توليك المسؤوليه ان شاء الله بشكل رسمي، ايه ابرز الملفات او ابرز الامور اللي هيتم العمل عليها لتطوير مستوى التحكيم المصري؟ وحضرتك اكيد كنت متابع بشكل كبير جدا الاخطاء التحكيميه الكبيره على مدار الموسم الماضي. السؤال بتاع حضرتك ده صعب جدا ومهم جدا في نفس الوقت. تمام. الموضوع مهم جدا. احنا عندنا حاجتين. اول نقطه، لازم انت تدير المسابقه بشكل كويس وتبقى طرف جيد لنجاح المسابقه. طبعا. تمام. النقطه الثانيه، حضرتك عندك لازم تبقى فيه خطط متوسطه الاجل وقصيره الاجل عشان تقدر تبني حكم. اكيد. الحكم الجيد اللي تطلعه، يعني افضل لجنه في الدنيا ممكن في الموسم تطلع عدد حكم واحد بس. انت لو اللجنه في الموسم طلعت حكم واحد او اثنين تبقى اللجنه دي انجزت. طبعا عندك مسؤوليه كبيره جدا، انت لازم تعتمد على الحكام الموجودين اللي هم اللي بيحكموا وتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تقدر تساعدهم. مع طبعا بشره الوجوه الشابه الجديده. ازاي تطلع رقم واحد مساعده بين الانديه والاعلام. كل نادي طبعا عنده الفرقه بتاعته تكسب. تمام. مش هيستحمل اخطاء الحكام. وعندنا في نغمة على طول بنقول ان الحكم خطا بشر وبيخطا. طبعا الحقيقه دي حقيقه بس الناس مش متقبلها. يعني الناس بيقول لك الحكم هو اللي فعلا استفدت ايه؟ هو لازم يفهم ان الحكم فعلا ما عندوش تعمد. والدليل على كده يا كابتن الدليل، انت عندك المهاجم مثلا المفروض في كل كوره يحرز هدف بس ولا غلط؟ طبعا الناس كلها بتشوف كده شويه. هو اخطا لعدم توفيق. طبعا الموضوع كبير جدا يتطلب يعني كل الناس تساعد القائمين في اللجنه سواء فلان جه او اي حد ثاني جه. مساعده اعلاميه لازم تبقى في كوره قوي جدا معاك ودعمك دعم قوي جدا. صح صح. عشان تبقى في العقاب والثواب سواء على اللعيبه او المدربين او الحكام. طيب كابتن سمير، حضرتك بتشوف اخطاء الموسم الماضي بالنسبه للحكام المصريين، هل دي متعلقه بعدم التوفيق ولا دي امكانيات الحكم المصري؟ ولو دي امكانيات الحكم المصري كيف يتم تطويرها؟ تمام. الاخطاء، معظم الاخطاء اللي حصلت كابتن امير السنه اللي فاتت اخطاء عدم التركيز. عدم تركيز. عادي. عدم التركيز يعني في مباريات اتفرجنا عليها والحكام كبار كانوا بيحكموا فيها ما كانش في تركيز، الاخطاء كانت واضحه جدا، الحكم للاسف ما كانش مركز. ايه هو التطوير بتاعها؟ التطوير واضح جدا. لازم الحكم رقم واحد يبقى لابسه بدنيه عاليه جدا، ياخد ذهنيه عاليه جدا، لازم يبقى مركز في كل المباريات ويثبت المباراه بتاعته فقط، ما يهتمش وفلان هيقول ايه بعد الماتش عليه، ايه الاجهزه الفنيه اللي هتهاجمه ومش هتهاجمه. المفروض كل حكم عنده مباراه يركز فيها فقط. اما بالنسبه للتطوير لازم يبقى فيه طبعا لجان تطوير الشغاله في لجنه الحكام، لازم برضه يتم اعاده النظر فيها. هل هدفها ايه؟ هدفها انها تطور من اداء الحكم الموجود ولا تطور اداء حكم لسه قاعد تستفيد فيه في المباراه اللي جايه؟ طيب يا كابتن سمير، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله اتمنى لك كل التوفيق في حاله توليك رئاسه لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، لانه في الحقيقه قيمه كبيره جدا يا سعيد. اكيد تتفق معايا الكابتن سمير محمود عثمان، واعتقد هو ابرز الاسماء المرشحه بجانب الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال الغندور كمان. انا زي ما قلت لك رغم اني في كابتن سمير، لكن انا عندي معلومه كامله ومتاكد منها وعلى يقين تام منها ان كابتن سمير تم الاتصال بي. وكان الخلاف في البدايه انه كابتن سمير شغال في قناه نادي او تبع نادي، فكان رد المسؤولين ان كل الحكام الموجودين حاليا عملوا في قنوات وعملوا في برامج واشتغلوا في اكتر من مكان، سواء في بيراميدز او في قنوات ثانيه او كانوا ضيوف في قنوات تبع الانديه، فالجميع نفس الحظوظ، لكن نفس يعني تنطبق عليهم نفس الشروط. موضوع ان هو يكون موجود في قناه انديه، هو طبعا كابتن سمير محمود عثمان بيجي قناه الاهلي بيحلل، دي حقيقه. صحيح. بس هو الراجل في الحقيقه حيادي جدا، في بعض الامور مثلا ممكن يكون المذيع معاه في الاستوديو يقول له دي صحيح الاهلي، يقول لك لا دي مش صحيح الاهلي، الموضوع ده مالوش علاقه. يعني كابتن جمال غندور او الشناوي اكتر من حكم مصري اشتغل في بيراميدز او اشتغل في قناه ثانيه، فكان ده الرد وتم الاتفاق بعدها على ان كابتن سمير هو اللي يبقى موجود. يعني هو الأقرب، هو اللي موجود، وهترجع تتصل بيا قريب تقول لي الخبر عندكم كان صحيح. نتمنى إن شاء الله. كابتن سمير محمود عثمان في الحقيقة مميز، وأي حد هيتولى في هذا المكان برضه لازم تدعيم ولازم إن احنا نسنده، لكن مهم قوي إن هو يركز، سواء كابتن سمير محمود عثمان أو غيره، سواء كابتن أحمد شناوي وكابتن جمال غندور، يركز في كيفية حماية الحكم المصري بشكل مميز ومساندته بشكل أكبر،
وكيفية تطوير الأداء التحكيمي الخاص بالحكام المصريين. لأن في الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة مع بعض، الحكام المصريين مش في أحسن فترة دلوقتي. صحيح. في أخطاء كتير للأسف عندهم، في يبقى عندك البعض القليل جدا المميز في الحقيقة، لكن في نفس الوقت أنت عايز يبقى عندك قاعدة كبيرة من الحكام المميزين في مصر بشكل عام. صحيح. نستعيد سمعة الحكم المصري، السمعة الفنية الممتازة قصدي يعني. يمكن زي ما قلت لك طبيعي ان احنا محتاجين تطوير بالظبط، محتاجين شغل كتير جدا، لكن لما كلمت كابتن سمير كل حاجة. اول حاجه قال لك ان انا محتاج مساعده من الانديه والجمهور ومساعده الاتحاد الكوره. خلينا نقل لك شعور الحكام يعني. انا حلو. انا من خلال مقابلتي مع اكثر من حكم ومن خلال اتصالاتي بيهم طول الوقت هم شعارين بالضغط. يعني في ناس بتمشي في الشارع فيهم مش عايز تمشي في الشارع من الجمهور. هم شعارين بالضغط، لكن احنا عند كمصريين عندنا يقين ان احنا ما عندناش حكم فاسد. لا طبعا، لا لا لا، الموضوع ده ما فيش نقاش فيه. فده اهم شيء، طالما انت عندك حكم انت واثق جدا في ضميره وفي ذمته فهنا الاساس سليم. بنبتدي نشتغل ونبص لا احنا في خامات صاعده، في ناس واعده كانت بتلعب في انديه وفي درجه ثانيه وثالثه وبدات تدخل المجال التحكيمي وبدات تقدم اداء جيد مقارنه بالتحكيم الافريقي حوالينا. لا احنا انا شايف ان احنا عندنا الخامه اللي احنا لو اشتغلنا عليها بشكل جيد وفرنا لهم الاحتياجات الماديه والمعنويه وشعروا بالامان والحمايه، مش اي حد يطلع ينتقد حكم او يشتمه او يقلل منه او يسخر منه. لما توفر له الامان والحمايه دي انا واثق تماما جدا انه هتقلق. هنا تتكلم عن تطويره، فكره بقى هبدا اطور ادواته. هو شاعر بالضغط، هو شاعر طول الوقت بالضغط، شاعر طول الوقت ان هو بيوهان، مفيش حد بيوفر له الامان، فطبيعي ان يكون في اخطاء وتتكرر الاخطاء. طيب نروح نتكلم عالميا شويه وافريقيا كمان، لان في بعض الاخبار الافريقيه معانا. نبتدي ببوابه الاهرام، نتكلم بالتحديد على محمد صلاح والقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح. وطبعا انت اكيد متابع الجزئية دي بالتحديد، واحنا عارفين ان قبل كده كان برضو في حرمان لمشجع من تشيلسي الانجليزي بعد ما قال هتاف عنصري ضد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، تم حرمانه للابد من حضور المباريات في ستانفورد بريدج. لكن في نفس الوقت تويتة كتبها مشجع لإيفرتون من مقاطعة الميرسي سايد طبعا اللي فيها ليفربول وإيفرتون، بتشوف الاهتمام بكيفية مواجهة العنصرية في الدوري الانجليزي ازاي؟ طبعا الناس دي يعني ما بتهزرش، يعني تخطوا العالم بمراحل بعيده جدا جدا. فكره الناس ده ايفرتون طبعا ادان الواقع اللي هو عنده المشجع بتاعه يعني اللي بيحضر المباريات، يعني ده شيء مهم ومميز. طبعا هتلاقي كل المسؤولين، كل اللاعبين، كل الاجهزه، كل الناس بتتفق حوالين حاجه واحده بس، هي فكره الضابط. الضابط والقواعد المحدده اللي ما يجب ان يخرج عنها اي شخص. ده النظام اللي بيخلي اي حد يختلف عن التاني. الفارق بين مكان ومكان اداره ونظام. هناك في نظام واضح جدا، قواعد واضحه جدا بتطبق على الجميع دون استثناءات. ما بيفرقش ما بين شخص وشخص او نادي ونادي. فبنشوف ان اللي بيخرج عن النص بيعاقب عقوبات قاسيه جدا لدرجه حدمانه من ان هو يكون مشجع. يمكن كان حد بيسخر ويقول خلاص طالما هو مش هيشجع تشيلسي يشجع ارسنال يشجع ارسنال وخلاص. فهي الفكره، شايف الموضوع فكره الاهتمام بالانسان بالاساس، الاهتمام بقيمه الشخص وفكره ان انت بتضبط كل شيء، ده امر مهم جدا. ف يعني احنا مطمئنين جدا على محمد صلاح وان الامور دي هتعدي زي ما احنا لسه مع محمد صلاح من بوابه الوفد. وبيقولوا محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام نوريتش في افتتاح الدوري الانجليزي. طبعا النهارده افتتاح البطوله الاقوى في الحقيقه على مستوى العالم، بطوله الدوري. النهارده محمد صلاح وليفربول هيواجهوا نوريتش سيتي في تمام الساعه 9 مساء على ملعب الانفيلد. بيقولوا التشكيل المتوقع، نقدر تعالى نقوله مع بعض. متوقع ايه التشكيل الاعتيادي؟ ألسن بيكر، ارنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، رينالدوم، هندرسون، نابي كايتا، صلاح، ماني، فيرميني. هو ده فعلا التشكيل الاقرب طبقا لبوابه الوفد. اليسون بيكر طبعا حارس البرازيلي الكبير جدا المميز واللي فرق في الحقيقه مع ليفربول، روبرتسون من افضل اللاعبين الظهراء في انجلترا، ارنولد طبعا عمل اكتر واحد عمل اسيست الموسم اللي فات في الحقيقه، يعني مدافع عمل قدم اهداف الموسم الماضي، ماتب طبعا المدافع الكاميروني، فان دايك المدافع الهولندي الشهير طبعا ومرشح بقوه انه ياخد احسن لاعب في العالم بالمناسبه، هندرسون في نص الملعب بجانب فينالدوم، نابي كيتا، صلاح، فيرمينيو، وماني. هو ده التشكيل الاقرب لليفربول. طب نروح لنجم تاني، محمد النني، الكلام كتير جدا عليه
هيستمر مع ارسنال ولا لا. لو كان في اتجاه ان هو يروح لاحدى الفرق في انجلترا خلاص الموضوع اتقفل، انتقالات قفلت امبارح. صحيح. هل لسه الموضوع قائم بالتحديد من بطولات؟ يقولوا ان نني قد يرحل عن ارسنال قبل نهايه الشهر الحالي، هو هيكون قائم بالنسبه لدوريات اخرى لان فتره انتقالات هي حتى يوم 31 اغسطس. بتشوف الوضع بالنسبه لنني ازاي؟ بشوف ان نني قريب جدا من الخروج من ارسنال. قريب. لانه ما بقاش يتحمل فكره ان هو يبقى اكتر من كده على الدكه وان هو ما يشاركش. اتاخر في الحقيقه، اتاخر جدا جدا، اعتقد انه قريبا جدا هيكون في دوري خارج انجلترا حتى لو على سبيل العار. مانشستر سيتي جددت لجوندوجان من كوره. جوندوجان طبعا نجم الالماني ولعب بورسيا دورتموند السابق وانتقل في 2016 لمانشستر سيتي. مهمه جدا في السيتي، لاعب مهم قوي خاصه بعد اصابه ثاني اصبح ما عندش عند جوارديولا ما عندوش خيار ثاني لبرناردو سيلفا غير ان هو هيبقى جناح طول الوقت، فهنا اصبح ما عندوش في العمق غير ثلاث لعيبه، دي بروين، ديفيد سيلفا، جوندوجان. فاصبح جوندوجان مهم جدا والتجديد ليه جه في وقت مثالي جدا. بالنسبه لديفيد سيلفا هو ده اخر موسم ليه مع مانشستر سيتي، بالتالي جوارديولا اداله شرط الكابتن طول الموسم. تكريم يعني. تكريم جدا. ولفتات في الحقيقه مهمه قوي يعني. طبعا. طيب نروح ل يلا كوره. ميسي يفوز بجائزه هدف الموسم دوري الابطال. انهي هدف؟ الهدف اللي جابه في ليفربول، الهدف الثالث من ضربه ثابته اللي حضراتكم شايفينه على الصوره ده. اعتقد هدف كان مهم او كان جميل جدا، مش مهم يعني، هو كان مهم في توقيتها، لكن ليفربول قدروا ان هم يرجعوا في الانفيلد ويكسبوا 4-0، لكن هدف جميل يعني. انت بص شوف صوره لعيبه ليفربول وهي بتستمتع وهي رايحه فين، هم مش متخيلين الكوره كانت في مسافه بعيده جدا، ما حدش تصور فيهم ان ممكن تروح بالقوه دي وبالشكل ده قدام مين؟ افضل حارس مرمى في العالم هذا الموسم أليسون بيكر. في الحقيقه انا بشوف ان ميسي لو المعيار هيبقى فردي هيتوج بكل شيء، فردي افضل لاعب، افضل هدف، افضل اي حاجه. ميسي مش هينفع حد ينافسه على المستوى الفردي نهائي. لكن البطولات ايضا والنتائج الجماعيه هتؤثر وتقلل من فرصه السنه دي في صراع الكره الذهبيه. لكن ميسي يستحق كل شيء. في الجول ديفيد لويس اللاعب الارسنال بيسالوا يعني لاعب الارسنال بالنسبه لك ايه؟ قال الامر اسهل بعد ما بات اوباميانج ولاكازيت في فريقي. يعني هو طبعا هنا بيقول ان الاثنين مهاجمين اقوياء جدا في الدوري الانجليزي، كان بيواجههم وهو في صفوف تشيلسي، دلوقتي الموضوع بقى اسهل بالنسبه له. اعتقد ان دي صفقه مفاجاه في الحقيقه جدا، بس هو كان عنده اصرار ان هو ينتقل من بدري وكان بيتمرد يعني ما كانش بيتمرن. فكان عنده اصرار ان هو ينتقل الى ارسنال. اعتقد ان ارسنال مناسب اكتر لديفيد لويز باعتباره المدافع المهاجم، المدافع اللي بيحب يلعب كوره كتير، بيحب يحضر، بيحب يكمل ويسدد ويشرف كرات طوليه، الكوره بتطلع كمان من رجله صح كتير. بيعمل باص بناء الهجمه يعني. لونج باص بيعمله بشكل كويس جدا. فارسنال بيلعب بالشكل ده مع امري، فاعتقد ان هو راح للاختيار اللي هو بيفضله. تشيلسي كرتها فيها دفاع اكتر او فيها التزام خططي اكتر، ممكن يكون ارسنال مرحله مناسبه لديفيد لويس. سبورت 360، باريس سان جيرمان يمنع عوده نيمار لبرشلونه. كلام كتير جدا عن نيمار الفتره دي، في نفس الوقت البعض بيقول ان ريال مدريد دخل على الخط بشكل قوي جدا. تتوقع ايه بالنسبه لنيمار؟ اتوقع بقاء نيمار في باريس سان جيرمان، مش بقاؤه بس اللاعب متمسك بالرحيل. هو متمسك بالرحيل لكن ما فيش فريق هيقدر يدفع اكتر من باريس سان جيرمان. بس ريال مدريد قدمت عروض رسمية. قدمت عرض لوكا مودريتش 120 مليون، فده عرض لا يرضي باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان اللي خزينته تكلفت اكثر من 400 مليون يورو في ضم نيمار، فهو اقل شيء ممكن يقبله 220-250 مليون. هو بيشوف مودريتش لاعب خلاص اوشك على رصيده، اوشك على النفاذ، مش هيمثل ليه اي اضافه خالص، فهو بيسعى اكتر لحصد اموال كتير من بيع نيمار. فما اعتقدش ان في حد هيقدر يدفع اكتر من 200 مليون في التوقيت الضيق ده، وكمان ريال مدريد ضم نجوم كتير جدا وما عندوش استعداد انه يدفع اكتر، خاصه انه مازال. خليني اقول لك ان ريال مدريد كانت بتحاول تجيب بول بوجبا، موضوع اعتقد صعب قوي دلوقتي رغم ان متاح ان هو يجيبه لان لسه سوق الانتقالات في اسبانيا مفتوح لغايه اخر الشهر، لكن في نفس الوقت في حاله فشل انضمام بول بوجبا فعندهم فرصه ان هم سواء يبيعوا مودريتش، يبيعوا خامس رودريجيز، وفي الاخر يجيبوا نيمار. انا عن نفسي بصراحه اتمنى ان نيمار يجي ريال مدريد، انا بحب. انا عن نفسي ما اتمناش نيمار يروح ريال مدريد لاني بحب برشلونه، لكن انا عايز اقول ان نيمار طبعا بالمستوى الفني هو اضافه لاي فريق في العالم طبعا، لكن طبعاً. لكن في المنظومات، المنظومه اللي محتاجه ضبط وربط، اعتقد ان نيمار مش مناسب مش مناسب ليها. منظومه زيدان مش محتاجه نيمار، انا شايف ان منظومه زيدان تحتاج لاعب اكثر انضباطا، محتاج محمد صلاح. هو دايما طبعا محتاج محمد صلاح، محتاج ساديو ماني، محتاج لاعب اكثر التزاما بشغل المدرب وعنده
مركز طول الوقت، لكن نيمار في يناير هتلاقيه في عيد ميلاد شقيقته زي كل سنه، هتلاقيه في نص الموسم عنده اصحابه وبتاع، اخر اليوم بيحب يسهر في باريس، ما بيحبش يكمل في اسبانيا، بيحب ياخد الطياره او ياخد العربيه ويروح يسهر. فنيمار مش اللاعب، لاعب مزاجي مش بتاع ريال مدريد وبرشلونه. بمناسبه المنظومه بتاعه ريال مدريد، انت بتقول ان نيمار ما يصلحش لهذه المنظومه، هو الكلام اللي خارج دلوقتي من اسبانيا ان بيريز مقتنع جدا بالتعاقد، اللي هو رئيس اللي هو رئيس ريال مدريد، وزين الدين زيدان مش مقتنع، وبيريز بيحاول يقنعه بهذه الصفقه وفي محاولات حتى الان، لكن هنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه بالنسبه لنيمار. اخر خبر من ضمن الاخبار اللي تعتبر عالميه، لكن هو خبر في الحقيقه خبر افريقي خاص بالاتحاد الافريقي اللي بيعدل لوائح دوري ابطال افريقيا. خليني اقولها لك، لوائح دوري ابطال افريقيا ده من دوت مصر بالمناسبه، يعني بيتكلم في ان ايقاف اللاعبين عن المباريات هيكون بعد الانذار الثالث مش الانذار الثاني، دي حاجه من ضمن الحاجات. اللعب خارج العاصمه هيكون طبقا للشروط، يعني احنا عارفين دي ازمه برضو بتواجه بعض الفرق في البطولات الافريقيه. الشروط هي ايه؟ موافقه الكاف على الملعب المقترح، أن تكون حالة الملعب جيدة من خلال كمان النقل التلفزيوني، يبقى مناسب للنقل التلفزيوني والإضاءة، شيء ده مهم جدا. كمان ثالث حاجة، المسافة بين العاصمة والملعب اللي هيتم اقتراحه ما تزيدش عن 200 كيلو متر. بتشوف أهمية هذه القرارات إيه؟ يعني حزين جدا وأنا بسمع الكلام ده. ليه؟ نحن في 2020 لسه بنتكلم عن ضرورة أن يبقى فيها أضواء في الملاعب. ناس راحت، ناس دلوقتي بتعمل ملعب في فوق في الفضاء. احنا لسه بنتكلم عن اضواء في الملاعب، وبنتكلم عن ملعب من العاصمه قريب ولا بعيد. فاعتقد ان احنا في الاتحاد الافريقي تاخرنا جدا جدا جدا، واعتقد ان الحرب او المعركه التي تقاد ضد الاتحاد الافريقي في الفتره الاخيره، اتمنى ان شاء الله باذن الله انها يكون لها نتائج جيده، وان يكون في اصلاحات على المستوى الاشخاص وعلى مستوى النظام والسيستم الاداري، لان احنا فعلا قاره افريقيا مليئه بالمواهب، مليئه بالكنوز، وتستحق اداره افضل من الادارات طبعًا اللي بتتوالى عليها في الفترات الاخيره. طبعا، بس في نفس الوقت في الحقيقه قرارات مهمه، لان فعلا في ملاعب لا تصلح للمباريات في افريقيا، فمهم قوي ان الاتحاد الافريقي على الاقل بياخد خطوه يهتم بالملعب اللي هيصير فيه المباريات. يعني مثلا ملعب الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لو بيدي الجمعيه العموميه للكاف حقوقها بدل ما هو بيراضيها عشان ياخد صوتها، كنا شفنا تطور غير طبيعي. احنا عندنا سلعه وعندنا بطولات مهمه ونقدر نسويها بشكل افضل، وندي للانديه ديت او البلدان ديت الدعم الكامل اللي يخلي ملاعبها متطوره. لكن احنا بنشوف اللي هو بيلعب على فكره العوز طول الوقت، وان هو بيراضي ده ومش عارف مين راح يحج مع مين ومين كان سهران مع مين، فبتلاقي الموضوع بيتلم بالشكل ده، فبنفضل متاخرين طول الوقت. لو احنا عندنا اداره احترافيه تدار بشكل احترافي، اعتقد ان افريقيا هتبقى في مكانه ثانيه خالص. طيب نروح بقى للاهلي، ده شيء مهم جدا. بتشوف ازاي استعداد النادي الاهلي لمباراه اطلع بره هذا الفريق المغمور، ومباراه اكيد مش هتبقى سهله في نفس الوقت، لكن استعدادات اكيد مهمه جدا من النادي الاهلي في اطار الاقبال وبدايه مشوار افريقي مهم جدا وطول دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان من اصعب الاشياء ان انت تواجه خصم مش معروف، كويس ما اتفرجتش عليه قبل كده، ما تعرفش نقاط القوه والضعف عنده ايه، خاصة لما يكون في استهانة كمان من قبل، يعني طول الوقت ما في سخرية من الجمهور او تقليل من الخصوم، فده بينقل شعور للعيبة ان مباراه مش سهلة. فانت بتفاجئ ان في النهاية الكرة في افريقيا تطورت بشكل كبير جدا. في فوارق بين بلدان او اندية بقى لها سنين طويلة وبلدان او اندية لسه بتنشا، لكن الفوارق بتقل طول الوقت. واعتقد ان اي مباراة دلوقتي مش هتبقى سهلة. المباراة في انطلاقة موسم متلاحم، يعني موسم متلاحم مع موسم اخر، ما خدش فتره كافيه من الراحه، فالمباراه مش هتبقى سهله. مباراه يعني اتمنى ان شاء الله. هل الفتره اللي خدها اللاعبين مش كافيه فعلا؟ الفتره اللي خدوها بعد في ظل توقف بطوله الدوري وبطوله الامم الافريقيه، الفتره دي مش كافيه شهر تقريبا؟ ما هو مش كافيه لان انت ما فصلتش بشكل كامل. انت بقول لك دايما لما تحب تاخد اجازه ما تفكرش في حاجه. يعني انت طول الوقت لازم ذهنك، يعني الموضوع مش بدني بقدر ما انت محتاج راحه ذهنيه، لكن انت لما بتفكر هرجع من امم افريقيا هقابل الاسماعيلي او هقابل الجونه او هلعب مع مين، مباراه القمه هتحسم الدوري ولا هنحسم قبلها، فطول الوقت لا، ذهن اللاعب كان مشغول، كان بيتدرب ايضا في فتره قصيره جدا ما خدش الراحه الكافيه. فاعتقد ان اللعيبه في مصر واللعيبه في الاهلي والزمالك يعني ظلمت هذا الموسم، ما خدتش الاستعداد الكافي، لكن بنراهن دايما على خبراتهم، بنراهن على حوافزهم وطاقتهم و شعورهم بالمسؤوليه تجاه جماهيرهم. هو ده الرهان الحقيقي على لعيبه الاهلي السنه دي وعلى لعيبه الزمالك ايضا. طيب فيما يتعلق تشكيل النادي الاهلي لمباراه اطلع بره، تتوقع التشكيل ممكن يكون ايه؟ يعني الاقرب يعني ممكن محمد الشناوي، تمام، محمد هاني،
وعلي معلول المتولي متولي انا لسه مصمم ان هو متولي لحد دلوقتي تمام متولي ممكن ايمن اشرف ولا رامي ربيعة رامي ربيعة يخرج دلوقتي رامي ربيعة يعني متولي على حساب ايمن اشرف رامي ربيعة وايمن اشرف تمام يعني اذا متولي كده مش هيكون من وجهه نظرك يعني ان هو هيبتدي دلوقتي طيب. اعتقد ان هو هيأجله شويه في نص الملعب حمدي فتحي تمام وعمرو السوليه صالح جمعه عشان وليد مش جاهز ولا عشان صالح عشان صالح يبتدي عشان صالح دي جزئيه مهمه برده لازم عشان صالح كنت اتمنى اشوف قفشه جنب صالح بس اعتقد ان قفشه هيحتاج وقت لسه على ما يدخل هنتكلم في حته قفشه وصالح دي بعد ما نخلص التشكيل مين تاني ممكن رمضان رمضان صبحي طبعا وحسين الشحات وليد ازار طيب ده التشكيل ممكن يكون اقرب فعلا في الحقيقه لكن البعض يقول لك طب الصفقات الجديده زي مش هتلعب يعني وفي البعض بيستشهد بيقول لك في اوروبا اللاعب بيجي النهارده بيلعب بكره لا في حته الانسجام اللي ممكن نكون اتعودنا عليها بفتره من الفترات ولا في الكلام من ده لكن هل انت شايف ان هم لسه محتاجين وقت نسبي قليل للمشاركه في المباريات ولا ممكن يكون في جرأه كبيره مثل سارتي للدفع بيهم ايا منهم يعني بس انا خليني اقول لك ان اللاعب اللي بيجي يلعب بشكل مباشر ده بيبقى موهبه استثنائيه او في فوارق كبيره بينه وبين اللاعبين الموجودين حلو لكن انا ما عنديش لعيب بيدخل في الاهلي بشكل دايم يكون في فوارق كبيره بينه وبين اللعيبه الثانيه لان دايما لعيبه الاهلي بيبقوا دايما هم لعيبه طوال جدا فما بقاش في الفوارق الكبيره او الموهبه الاستثنائيه اللي تخضك اللي تقول ده لازم يدخل دلوقتي حالا فبياخد وقت محتاج ياخد وقت واعتقد ان احنا برضو الاهلي ما لعبش مباريات كافيه ومباريات وديه كافيه بعد انضمام الصفقات الجديده فاعتقد لا لسه محتاجين بعض من الوقت اعتقد ان لاسارتي مش هيغامر قوي لكن الفكره في انه هل لاسارتي في خلال فتره الاعداد قرر انه يتحول يعني يعمل التحول في طريقه اللعب ولا هيلعب بنفس الطريقه لو قرر التحول ممكن نشوف وجوه جديده بتدخل دلوقتي ممكن نشوف ال ديانج ممكن بيدخل ممكن نشوف قفشه بيدخل بشكل سريع لان لو حول الطريقه لايه لو اللاعب لعب ارتكاز واحد لو هيبقى حمدي فتحي بعده في الارتكاز وهنلعب باثنين قدام حمدي فتحي ساعتها هتقدر تلعب بقفشه وصالح ولازم يعني انا شايف ان السنه دي قفشه وصالح ومعانا محمد محمود راجع وكريم نيدفيد احنا عندنا اربع ادوات في العمق هنا اثنين موجودين واثنين على الدكه تقدر تغير بيهم في اي وقت ضروري جدا ان انت تزود عدد اللاعبين المبتكرين في المرحله الجايه لانها كانت ام الازمات في الكره المصريه الاعتماد على اللاعب النمطي في الارتكاز فالنهارده جه وقت التحول ولازم النادي الاهلي يخوض مغامره التحول لان دايما الاهلي اللي بيخوض المغامره في التحول وبعدين الناس كلها بتمشي وراه ولازم جمهور الاهلي ايضا يبقى عنده الصبر الكافي الصبر الكافي ان انت النهارده عشان الكره في الاهلي تتغير وفي مصر تتغير لازم تبقى واعي جدا حجم التغير ده تمام. ما تبقاش مستعجل يمكن البعض ممكن يقول لك طب ما احنا كده هنأثر على الجانب الدفاعي الخاص بنص الملعب انت هتلعب بواحد ارتكاز وحيد يعني انت النهارده مش معتمد على القوه البدنيه بقدر ما انت هتعتمد على تمركز اللاعبين فالنهارده اللاعبين اللي قدام حمدي فتحي عندهم ادوار دفاعيه كامله كويس. انت بتشوف مثلا مانشستر سيتي بيلعب تي بروين وبرناردو سيلفا الاثنين مهاجمين بشكل كامل ولاعب ارتكاز وحيد لكن بعد فقدان الكوره بعد فقدان الكوره انت بتشوف التحول السريع صح. والتمركز وازاي اللعيبه تكون قريبه من بعض ده شغل المدرب بقى انت بتحفظ اللاعبين قريبين من بعض انت بتدافع بكتله واحده وبتهاجم بكتله واحده الهدف من ده ايه ان انت تزود عدد اللاعبين المبتكرين اي لاعب يقدر يدافع لو المدرب في خلال فتره الاعداد قدر يحفظه ادواره وقدر يرفع لياقته البدنيه وده دور لاسارتي في المرحله ديت بعد كده قفشه يدافع صالح جمعه يدافع اي لاعب في العالم ابو تريكه كان بيدافع بقوه جوارديولا قال على ميسي هو اذكى مدافع في العالم وبالفعل ميسي لما بيضغط على لاعب الدفاع ذكاء قراءه توقع انت بتتوقع اللاعب هيمرر فين او هيراوغ ازاي فهنا الدفاع مش محتاج عافيه او عافيجي زي ما بيقولوا بقدر ما هو محتاج لاعب ذكي انا متاكد ان رمضان صبحي لما يضغط على لاعب رخم جدا وذكي جدا في دفاعه لان رمضان بالاساس هو مراوغ جيد فاللاعب الذكي هو اللي يقدر يدافع يا ريت نكون نشوف الاهلي بشكل جديد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته او كل المسيره الخاصه بالنادي الاهلي هذا الموسم افريقيا محليا ان شاء الله الفريق يكون موفق بشكل كبير يا استاذ سعيد نورت
شرفتني وشرفتني، والحلقه فعلا كانت شيقه وممتعه جدا. بشكرك جدا يا جميل، ودايما زي ما قلت لك ببقى مبسوط جدا بوجودي معاك. اسعد، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، اتكلمنا في ملفات كتيره جدا على الساحه الرياضيه العالميه والافريقيه والمحليه، وكمان اتكلمنا عن النادي الاهلي بشكل مفصل قبل مباراته بعد بكره ان شاء الله امام فريق اطلع بره ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في بدايه قويه في مستهل مشواره الافريقي من خلال هذه المباراه. احنا هنكون اجازه من بكره طبعا الوقفه، طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وهنكون اجازه لحد ثالث يوم العيد، هنرجع من يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله ونواصل مع حضراتكم حلقات كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا رابع يوم العيد وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.